بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الف مبروك الفوز امبارح 3-0، فوز النادي الاهلي في كره القدم على طبعا فريق نادي الزمالك في مباراه الحقيقه احنا يعني مش بس المكسب هو الحلو، لا كمان الاداء كان حاجه جميله جدا جدا. والحقيقه انا منتظر الحلقه بشكل كبير عشان يعني امبارح وانا بتفرج على المباراه يعني كان لينا بعض القراءات زي ما تعودنا مع بعض في برنامج الابطال. طبعا ما بنقدرش ابدا نغفل عن كره القدم مع شوكه الجماهير، ويعني وانا على المستوى الشخصي وكل فريق العمل احنا في الاول والاخر جمهور كوره وبنشجع كوره يعني في اي وقت. ففي بعض القراءات زي ما تعودنا بالنسبه للفوز، الفوز مش بس عشان الثلاثه بونت اللي خدناهم كنقطه مهمه من نقاط الدوري الممتاز، ولكن ليه مكاسب كتير جدا جدا، مكاسب معنويه قبل ما تكون مكاسب في ارض الملعب، مكاسب ان انت بتثبت بيها حاجات كتيره جدا، حاجات يعني امور كتيره جدا. المكسب ليه معنى، مش مباراه امبارح مش ببطوله، والنادي الاهلي دايما بيفرح بالبطولات، ولكن الماتشات بالنسبه لنا هي خطوه مش اكتر ولا اقل، سواء كان مين المنافس. ولكن انا عايز اتكلم عن بعض القراءات هبتديها مع اللاعبين. انا بس دايما مش هتكلم فنيات كباتني وكباتن كره القدم في القناه اتكلموا عن كل ما يخص الفنيات، ولكن انا اتكلم عن امور تتشابك في كل الالعاب وكل الرياضات. هتكلم عن اربع لاعبين الحقيقه انا من نفسي بتعلم وبخلي حتى اولادي يتعلموا منهم، يقولوا لهم بصوا اللعيبه دي في منتاليتي، في فكر اتعلم منه. انا هبتدي الكلام عن علي معلول. الحقيقه علي معلول عمرك ما تلاقيه غير لعيب راجل في الملعب، بيبقى تعبان ومجهد، وخلي بالكوا المركز اللي بيلعب فيه بياخد الملعب بطوله وعرضه رايح جاي على اللاين ما بيقفش سواء دفاعا او هجوما، يعني المراكز القليله بتدافع وتهاجم في ارض الملعب، بتلاقيه دايما راجل حتى لو في فتره من الفترات مستواه اتهز بيحس بده وبيشتغل على نفسه عشان يرجع تاني، عشان دايما جمهور النادي الاهلي يشوفه في احسن حال. علي معلول من اللعيبه اللي عمرنا ما هننساهم، وانا يعني اعتبر ان احنا محظوظين ان احنا يعني شفنا علي معلول في الملعب بصراحه، بالمنتاليتي بتاعته بادائه برجولته علي معلول في حته تانية بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه. عايز اتكلم عن ديانج. ديانج يعني انا رؤيتي ان ديانج كان هو لعيب قوي جدا ولعيب جاي منتخب مالي ولعيب جامد، لعيب دولي من قبل يعني ما يجي حتى النادي الاهلي، ولكن استوى وبقى عنده من الخبرات اللي بيوظف بيها مجهوده البدني. امبارح ديانج في الاربع تركان بتوع الملعب موجود في نص الملعب، سواء نص الملعب الزمالك او في نص ملعبنا بيشتغل دفاع وهجوم. امبارح ديانج يعني انا والله العظيم وانا بتفرج على المباراه كنت بتفرج مع اصحابي اهلاويه وقاعدين طبعا بننفعل مع كل كره، من بدايه الشوط الثاني او نص الشوط قلت لهم ديانج رجل المباراه، قلت لهم ده بسم الله ما شاء الله اولا بيتحرك، بقول لكم يا جماعه هجوما ودفاعا في كل مربع في ارض الملعب، مش بيعمل نفس المجهود اللي ممكن المفروض يتعمل من اول ما جه، بس بقى خطواته مدروسه، بقى خطواته مدروسه وتحركاته مدروسه بتوفر عليه مجهود ربنا يحميه. بصراحه صورته يعني انا بشوفه يعني بحس ان يعني إن ما شاء الله بسم الله ربنا ما شاء الله يعني ربنا يحفظه وحش. ديانج امبارح يستحق رجل المباراه. حمدي فتحي اروح عليه، انا بتكلم عن لعيبه اشتغلت على نفسها ودي رساله لاي لعيب في اي لعبه. حمدي فتحي من اللعيبه اللي فاق الرجوله بمراحل، لعيب بيلعب كل ماتش بينزل من كتر قوه الالتحامات وفي الكور احنا بنقول ده اتعور، كل ماتش ليه التحامين ثلاثه بيموت على الكوره وبيقاتل على الكوره في اي اشتراك بيطلع منهم ممكن يكون متعور، بس عنده رجوله واداء يعني امبارح ربنا كرمه من واسع. امبارح ربنا بيقول لحمدي فتحي يعني طبعا رسائل بتبقى من الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يكرمك تحس دي رساله من الله سبحانه، يعني الجون ده يعني ياخدها على صدره، يعني ياخدها على صدره تتعدل على راسه يلعبها بالهيد تروح لكهرباء يحطها جون، يعني ده احنا لو جبنا اعظم مهاجمين في العالم مش هيعمل اللي عمله حمدي فتحي. حمدي فتحي يا جماعه امبارح لو عايز ربنا يكرمك شوف حمدي فتحي عامل زيه. لو عايز تعرف يعني ايه صعوبات تقابلك وتتغلب عليها ويبقى لك مكان، امبارح احنا بنلعب من غير السوليه. امبارح حمدي فتحي وديانج خلونا ما نحسش ان السوليه مش موجود في الملعب. الناس بتهاجم وتدافع كانهم اتنين يعني خط وسط مهاجمين. فالنهارده عايز تبقى لعيب كبير وعايز تبقى لعيب ربنا يكرمك ولعيب بتجتهد، بص لحمدي فتحي عامل زيه. اروح بعد كده على كهربا. كهربا 6 شهور بياخد طاقه سلبيه غير طبيعيه. عمال يتمرن ويجتهد 6 شهور ما لعبش مباراه واحده.
ومع ذلك ما تخلاش عن الامل، ما تخلاش عن ايمانه بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيكرمه. النهارده كهربا بيكون سبب مع زمايله انه يطلع بالنادي الاهلي فاينل كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، انه النهارده يجيب لك 3 بونت مهمين في مشوار الدوري يكون احد اسبابها. كهربا مش بس كده، كمان كهربا امبارح هو بيتغير ونازل محمد الشريف، فرود نازل مكانه بيقول له هتجيب جون. ايه الروح دي؟ وانا لعيب والله، وانا بلعب لما كنت اجي انزل الملعب والاقي اللي انا بجيبه نازل، وانا نازل طبعا اي لعيب بيخرج من الملعب بيبقى زعلان انه خارج، هو عايز يلعب، وده طبيعي مش لازم يظهر بس بيبقى عايز يلعب. لما يطلع من الملعب بيسقف ويقول له هتجيب جون. الاداء اللي قدام محمد الشريف 60% منه المعنويات او 70% او 80% كان السبب فيها كهربا. لما بلاقي اللعيب اللي انا هجيبه انا كهيثم بيقول لي يلا شد حيلك هتكسبنا، والله بنزل اكسبه. انا وانا لعيب لما كان يتقال لي كده من اللعيب اللي انا بجيبه يلا يا هيثم هتكسبنا، بحس ان انا لان انا نازل اجيب لعيب هو كان عايز يلعب، فما بالك بيقول لي هتجيب جون، كلنا شفنا شفايفه هتجيب جون. فانا عايز النهارده اتكلم على الاربع لعيبه دول يا جماعه، دي دروس كبيره جدا لاي لعيب بيلعب اي رياضه. هروح لحاجه تانية معنويه مهمه جدا، مكسب ان انت خلي بالك انت زي حته الفحم، لما بتلاقي حته فحم مولعه نار بتعدي اللي جنبها. نفس الكلام اللعيبه اللي كان روحها عاليه دي خلت الملعب كله حتى بالجمهور روحه عاليه جدا. هنروح لحاجه تانية من ايجابيات والقراءات اللي انا شفتها في الماتش. انت النهارده امبارح كسبت من غير صفقات جديده، يعني كان في عبد الفتاح موجود صفقه جديده، ولكن انا بتكلم على 10 لعيبه من اللي كانوا في الملعب مش صفقات جديده، 10 لعيبه من 11 اللي كانوا موجودين صفقات قديمه. لا ده انت مش كده بس، ده انت غايب عنك 6 لاعبين من القوام الاساسي للفرقه، غايب عنك سلية، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، كريم، محمود متولي، اللعيبه دي، وعندك حمدي فتحي اللي في الملعب راجع من اصابه، وعندك بيرسي تاوي اللي بره راجع من الاصابه. يعني عندك 8 لاعبين تقريبا المفروض على الورق مش معاك وبتكسب. احنا لما بنقول الاهلي بما حضر دي مش 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 مقوله، اهي بتثبت، وبتثبت بدل المره 10 كل شويه بتثبت لنا. طيب التفوق الاهلاوي الكبير الكاسح السنه دي حتى في الالعاب الاخرى مش بس في كره القدم، التفوق الكاسح للنادي الاهلي النهارده بنتكلم في كره السله، واخدين المرتبط الرجال، كره طايره كاسبين الزمالك رايح جاي، عندك كره طايره سيدات كاسبين السوبر المصري اول نسخه من السوبر المصري، عندك كره اليد سيدات كاسبين طبعا مبارياتنا كلها راح جاي منهم الزمالك، عندك السكواش مصطفى عسل بطل العالم دلوقتي رقم واحد على مستوى العالم، عندك السباحه واخدين بطوله الجمهوريه في كل المراحل، عندك بطوله عربيه في تنس الطاوله، اكتساح النادي الاهلي هنا بيكتسح. وعلى فكره انا كلامي مش رايح في الالعاب بس اللي منافس فيها نادي الزمالك، انت عندك العاب تانية المنافس مش نادي الزمالك، الاتحاد السكندري، سبورتنج في السله، الصيد في كره الطايره سيدات، عندك في العاب الزمالك منافس ليك زي كره اليد والكره الطايره وكده رجال، ولكن في العاب تانية الاهلي النهارده اكتساح. يبقى نطلع من ده بايه في النهايه عشان اختم الجزء اللي انا بتكلم، ان النادي الاهلي مش بيكسب عشان ميزانيته كبيره، مش بس طبعا دي حاجه مهمه، النادي الاهلي مش بيكسب عشان صفقات بيجيب احسن لعيبه، مش ده بس اللي بيكسب النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه ليها دستورها وليها مبادئها اللي بتحافظ عليها الاداره. النادي الاهلي طول عمره بيقول لك يتميز النادي الاهلي بادارته. النهارده كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل مع الوزير العام فاروق في دستور بيتورث، الاداره هي اللي بتطبق هذا الدستور وبتحافظ عليه. بعد ما تطبق وتتمسك بالدستور ده في أسوأ المراحل واكثر المراحل ظلمه وبيبقى فيها يعني عدم توفيق وانت متمسك بهذا الدستور، في الاخر بيكون هو ده الاكتساح، البطولات والاكتساح هو ده النادي الاهلي. يا جماعه الموضوع مش موضوع ميزانيات ولا انت بتمضي مع مين، مهم وده سبب من اسباب النجاح طبعا، ما انت بتسعى كاداره تجيب الكلام ده. والحاجه الثانيه الصفقات بتسعى تجيب احسن لعيب، عندنا وانا بقول في كل الالعاب حتى في الجمباز في كل الالعاب عندنا احسن لعيبه واحسن فنيين واحسن اجهزه فنيه، لان النادي الاهلي بيدور على الاحسن دايما. وحلقتنا في النص الثاني اقول لكم ايه اللي بيحصل، النص الثاني عندنا حاجه تثبت على كده في النص الثاني في حلقتنا. فاذا النادي الاهلي هي دي قوه النادي الاهلي، وزي ما اتقال وبيتقال وكابتن عادل القيعي طبعا يمكن هو قال اول المقوله دي، النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، النادي الاهلي بيكسب عشان عظيم. خلينا نروح لحلقتنا، حلقتنا النهارده هيبقى مجموعه من الاخبار زي ما تعودنا، وعندنا اخبار كتيره وعندنا تقارير ايضا. النص الثاني عندنا حلقه مهمه جدا، يعني انا يعني شايف انها من اهم الحلقات
المرتبطه بالتطوير. النادي الاهلي بيدور على التطوير دايما. في شركه كبيره هولنديه، الشركه رقم واحد في هولندا ومن اكبر الشركات في اوروبا. هولندا بالمناسبه عدد سكانها 17 مليون و200 الف نسمه. لما تلاقي دوله بهذا العدد في كل المحافل الدوليه، اولمبياد بقى، قيس بارالمبيك، قيس عندك كاس عالم كره قدم، كاس عالم طايرة، اي العاب محافل في الالعاب الكبيره او الالعاب الصغيره، وات ايفر الالعاب اللي هم بيلعبوها في هولندا، هتلاقي هولندا دايما في الدول الكبرى في الرياضه. مش انا اللي بقول ده، الارقام. طب ازاي دوله ب 17 مليون بتوصل لكده؟ يبقى اذا هم بيعتمدوا على الجوده وليس العدد، كوانتيتي ومش كواليتي، كواليتي ومش كوانتيتي. طيب هم بيعملوا ايه؟ الشركه اللي ان شاء الله هتبقى معانا ممثلين عنها في النص الثاني، الشركه دي بتاخد اللعيبه، بتدرسهم، بتعمل اسكان على كل الناشئين جوه المانيا، وبتشوف مين اللعيبه وتصنفهم، وهنعرف ده من خلال الضيوف اللي هينوروني. بتصنف اللعيبه الناشئين من سن كام لسن كام، بيمسك اللعيب ده، انت عندك ال10 لعيب، يجيب لك 50 لعيب، ال10 لاعبين دول عندهم امكانيات يبقوا محمد صلاح. دراسه اسكان، انا هنجيبها بالتفصيل بقى، يعني ضيوفي معانا هقول لكم بالتفصيل الاسكان ده بيتعمل ازاي. واولياء الامور والمدربين بيمشي يقول لك والله انت عندك 10 لاعبين دول بروميسنج جدا، واللعيبه دي شوت بي تبقى سوبر ستارز. عندك ال 20 لعيب دول يبقوا لعيبه كويسين جدا ولكن ممكن ما يبقوش سوبر ستار. عندك لعيبه يلعبوا على مستوى بطوله، عندك لعيبه يلعبوا رياضه فقط لمجرد ان هو يبقى بيمارس رياضه. لما يصنف لك ده في سن صغير وانت كنادي تحسب حساباتك على ده، زي ما احنا بنقول كده، هيقلل اللوسز او الفاقد اللي هيكون الاعتناء بشكل عشوائي كده. لا، ده بتسلكت وبتعرف انت بتشتغل على ايه، فتعلي الكواليتي بتاعتك. حلقتنا النهارده هيكون معانا الممثلين عن الشركه، الدكتور محمد زغلول ورئيس مجلس اداره الشركه، وايضا اثنين اخصائيين جنسيات هولنديه، هنتكلم معاهم عن الفنيات وليه الشركه دي من اكبر الشركات في العالم. والنادي الاهلي بالمناسبه مضى مع عقد شراكه، عقد شراكه، يعني الشركه دي اصبحت شريك للنادي الاهلي. هنتكلم يعني في حاجات كتيره في النص الثاني، انتظروها. انا متشوق حتى اسمع منهم المزيد والمزيد عن هذا التخصص. انا كنت من يوم من الايام بحلم بيه يتطبق في مصر، وفي الاخر الدراسات دي هتبقى اكيد للعيبه اللي هتطلع من هذه الدراسات هديه لمنتخبات مصر اللي هي الاساس واللي بيشتغل عليه النادي الاهلي. هنقول لاخبارنا، هنبتدي بمنتخب كره اليد. الحقيقه اللي بيأدي اداء جيد جدا، كان اخر مباراه مباراه البحرين، الحمد لله فزنا فيها، واستطعنا الحمد لله ان احنا نتصدر المجموعه. ليه تصدرنا المجموعه؟ لان الدنمارك وكرواتيا تعادلوا، فاحنا كده احنا المتصدرين المجموعه. يتبقى لنا مباراه مهمه بكره باذن الرحمن مع فريق كرواتيا، فريق اوكرانيا، انا اسف احنا بكره هنلاعب الدنمارك، انا اسف، كله كاف فكله دخل في بعض، انا اسف، هنلاعب الدنمارك. الدنمارك تعادل مع اوكرانيا اللي احنا كسبناه، كرواتيا، احنا بكره هنلاعب الدنمارك. الدنمارك مهم جدا ماتشها، ليه؟ لو تعادلنا مع الدنمارك او كسبنا الدنمارك ناخد بطوله، يعني نبقى على راس المجموعه ونتجنب ملاقه السويد في قبل النهائي. طيب لو احنا لا قدر الله خسرنا من الدنمارك بكره، الفريق العنيد، احنا في الحاله دي هنقابل السويد في دور الثمانيه. فمباراه بكره مباراه مصيريه جدا، طبعا سداسي منتخب اليد، او منتخب اليد والسداسي الاهلاوي بيقود المنتخب وبيأدوا اداء جيد جدا، هم عبد الرحمن حميد، احمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، ابراهيم المصري، احمد عادل، دول السداسي بتاعنا. وبالمناسبه اختام البطوله يوم 29، فاحنا خلاص احنا بنتكلم النهارده، احنا يوم 22، يتبقى اسبوع، لان انت داخل دلوقتي على يعتبر، اعتبر المباراه اللي جايه دور ال 16، اعتبرها، هي مش دور ال 16 بس اعتبرها كده. وبعد كده عندك دور الثمانيه، لو تجنبت ملاقات السويد هتلاعب فرقه على يعني اقل فنيات فتقدر تكسب، لان السويد صاحبه الارض والجمهور. لان البطوله بتتلعب في السويد وبولندا. تاني احنا عندنا ماتش الدنمارك بكره، و الدنمارك تاني المجموعه، تعادلت معاها او كسبت فانت اول المجموعه، فاذا هي مباراه مهمه جدا جدا. كل التوفيق ودعواتنا ودعوات المصريين كلها لمنتخب كره اليد اللي يقدر يا رب يحقق ميداليه، وليه لا، ليه لا، ذهب. يعني انت ان شاء الله الدنمارك اتعادل مع كرواتيا اللي انت بتقول يعني فرقه جامده، احنا كاسبين كرواتيا فرق 9، فانت ما عندكش ازمه، تقدر، والسويد تقدر تكسبها، بس ليه نختار الطريق الاصعب لما في ايدينا ناخد طريق اسهل؟ هو ده الفكره. كل دعواتنا مع منتخب مصر الرجاله، منتخب مصر كره اليد اللي دايما عودونا يبقوا رجاله.
الخبر الثاني هو فريق كرة السلة رجال، وتابعنا يوم الجمعة اللي فاتت مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، واللي استطاع فيها نادي الاتحاد النادي الأهلي يفوز على نادي الاتحاد 77-72. طبعا المباراة دي يعني كانت مهمة جدا، فوز معنوي كان فيها برضو مكاسب كتير جدا، مش عايز اطول حضراتكم، ولكن كان فيها مكاسب كتيره جدا. يمكن مستر اجوستي لعب الكل، عندنا مروان سرحان دخل فورمته، عندك احمد اسماعيل، عندك وولتر هوج، الحقيقه امبارح كان بيلعب، اول امبارح كان بيلعب بغل، شايفين لسه بقول والله بغل، بص الصوره كان بيلعب بغل، عايز يقول يا جماعه هنا منتاليتي بتاعته عاليه جدا، حاطط 36 بونت. عندك كريم حاتم، مؤمن طارق خيري، مستر اجوستي امبارح او اول امبارح بالرغم انه نزل كريم حاتم في البدايه ما كانش متوفق، سحبه دقيقتين ونزله تاني، يعني عنده ثقه في لعيبته وعايز يقف بشكل كبير جنب اللعيبه. انا عايز اقول لكم انه يكفي ان السنه دي نادي الاتحاد حتى الان ما كسبناش، يعني ما تصفرتش علينا صفاره، احنا خاسرين نادي الاتحاد. هتقول لي ازاي يا كابتن؟ طب ما السوبر المباراه لم تكتمل، وانتم عارفين طبعا البيان اللي طلعه النادي الاهلي والكلام ده كله، لكن انا بنتكلم على مباراه اكتملت. مباراه اكتملت، مباراه المرتبط فاز علينا في اول مباراه فقط، المباراة الثانية احنا فوزنا وخدنا البطولة، أنا قصدي مش فوز، قصدي بطولة، يعني ما خدش منك بطولة بعد فوز ماتش. النهاردة أنت بتكسب هتروح للاتحاد السكندري، لسه الماتشات بقى اللي هيبان فيها مكسب أو خسارة، أو هتبقى أول ماتشات لينا فيها كومبيتيشن، هيبقى بطولة بقى وماتشات ما تتعوضش، هو هيبقى إن شاء الله بإذن الله يا رب البلاي أوف بتاع دوري السوبر. هتلعب بيست أوف فايف مع الاتحاد بإذن الله، غالبا هيكون النهائي، هتلعب بيست أوف فايف، هو دي بقى الماتشات اللي بيها بعد كده بتوصل لبطولة. فغالبا بتلعب خمس ماتشات، ما فيش ماتشات بتعدي كده لا، يعني مثلا فاتت لعبنا لغايه الجيم الخامس. فانا اتصور ان شاء الله ان الاتحاد احنا رايحين الحمد لله الفرقه كويسه، فرقتنا واقفه بشكل جيد، مستر اجوستي بيعالج السلبيات، ولكن المنافس الطبيعي لينا هذا السنه دي وبتوقع السنه الجايه كمان هو فريق الاتحاد السكندري في غياب كبير للفرق الاخرى. وده طبعا لقطات من ماتش الاهلي والاتحاد. وخليني اقول لكم ان احنا المباراه دي خلتنا نتصدر، وما عندناش ماتشات جامده، ما عندناش ماتشات جامده بعد كده، عندنا ماتش واحد هنلعبه الماتش اللي جاي وهيتوقف الدوري، فاذا الدوري هيقف وانت اول الدوري. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين، اتفرج عليه مع حضراتكم وارجع تاني. الحمد لله احنا السيزون ده يعني سيزون مهم بالنسبه لنا، ان احنا السنه اللي فاتت كسبنا خمس بطولات، فالسنه دي مطلوب مننا اكتر من كده، كان عندنا بطوله عربيه يعني ما توفقناش وما عرفناش نكسبها، فبنحاول نعوض ونصالح الجمهور بطريقه معينه، هي ان احنا بندي رسائل. الماتش ده اي نعم هو ماتش مهم، بس في نفس الوقت هو يعتبر ما عملناش حاجه، لان الماتش ده تحصيل حاصل، بمعنى ان احنا لسه في الترتيب والحاجات دي لسه ما وصلناش للنهائيات، فهو مجرد رساله للفرق ومجرد رساله للجمهور ان احنا هننافس على كل حاجه ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله يعني نحاول نخلي الموضوع مكمل معانا لحد اخر السيزون باذن الله. احنا كان كل كلامنا ان فرقه الاتحاد فرقه كويسه جدا، فرقه فيها لعيبه على اعلى مستوى، ماتش السوبر كنا احنا مش موفقين وهم كانوا في حالتهم الطبيعيه، فكان الموضوع صعب علينا وما كناش قادرين يعني نحاول نجاري الماتش، ما كناش عارفين الماتش هرب مننا، فبالتالي بنحاول نعوض نصالح الجمهور بحاجه الاول لحد ما نوصل للماتشات المهمه. يمكن عملنا فيديو ميتنج قبل الماتش واتكلمنا على كل اللعيبه عشان نعرف نوقف اغلب اللعيبه، فالحمد لله يعني الحاجات دي جت نفعها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على المكسب، يعني المكسب مهم النهارده، المكسب ده فرقتين ما خسروش في الدوري، اللي يكسب النهارده يبقى هو متربع على القمه يعني بتاعت الدوري. دايما ماتشات اهلي واتحاد ايكوال، ما تعرفيش مين هيكسب قبل الماتش، الفرقتين اغلبيه اللعيبه لعيبه دوليه، الاجهزه الفنيه على اعلى مستوى. الحمد لله يعني النهارده يعني ممكن يكون المستوى المباراه كمباراه مستوى يعني فوق المتوسط، مش مستوى كبير، لكن طبعا كان المهم انك تخرجي بالمكسب النهارده، ان احنا الحمد لله لو مش ماشيين في الهجوم بطريقه كويسه حاولنا ندافع بطريقه احسن ونقفل على مفاتيح لعب نادي الاتحاد السكندري، وفي ناس النهارده كان يعني زي وولتر ووج هجوميا او مؤمن خيري ما شاء الله في الاخر ماشيين كانوا كويس قوي، وكان هم دايما نقطه الخطوره لينا في الهجوم،
وفي ناس دفاعيا على رسوم مروان سرحان النهارده اللي بشكره جدا في اخر المباراه، كان ليه دور دفاعي جدا في الاوقات الحاسمه. احنا عارفين ان الماتشات غالبا مع الاتحاد زي ما حضرتك قلت، يعني الفتره الاخيره احنا سافرنا لاعبين بعد 11 جيم، دلوقتي السنه دي لاعبين بعد 4 جيمات 2-2 وسافر كان 6-5، عارفين الماتشات كلها هتبقى طويله وهتخلص في الاخر، تبقى 1 بوينت جيم يعني، فهتخلص في الاخر. فاحنا محتاجين كوتش كان مدينا حاجه تكتيكيه بدينا بيها الماتش، قدرنا نلخبطهم شويه. الماتش كان في الاول سكورينج جيم، هاف تايم كان سكور مش عالي، بس قدرنا احنا دفعنا النهارده من احسن الماتشات اللي دفع فيها من اول الموسم، دفعنا كويس جدا، قدرنا نقفل مفاتيح لعبهم والحمد لله. يعني قدرنا في الاخر هوج يعني كلنا، هو النهارده كان يومه، قدرنا كلنا نساعده ان هو يعني في الهجوم ان احنا نروح له، هو اللي يخلص عشان هو اللي كان موفق النهارده، ودي مهم يعني ان احنا مش مهم مين هيجيب سكور، المهم اللي ماشي هو اللي بنمشيه في الهجوم. كان ماتش حلو يعني، فنيات عاليه، وكان مستر اجوست الحقيقه دار المباراه بشكل جيد كفنيات جيده، وغير في 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 نظام اللعب، وقلنا الكلام ده شرحناه في الاستوديو التحليلي. امبارح يوم السبت كان في مباراه قبل مباراه القمه، كانت مباراه السيدات لكره السله الاهلي وسبورتنج، واللي اتلعبت على صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكانت يمكن قبل مباراه القمه بحاجه بسيطه، فيمكن يعني ناس كتير ما كانتش منتبهه ليها، ولكن احنا الخبر النهارده معانا، واستطاع النادي الاهلي انه يفوز على سبورتنج فرق باسكت بنتيجه 81-79. مباراه كانت مهمه جدا لان سبورتنج كامل، انت عندك غيابات، عندك هاله شعراوي غابت، عندك نور علي طلعت ما بتلعبش، عندك جنى الالفي برده كمان مسافره الدبليو ان سي دبل اي او الان سي دبل اي مسافره برده، فاذا عندك غيابات، ومع ذلك ان انت تقدر الحمد لله يعني تفوز فرق باسكت على سبورتنج بطل افريقيا كمان سبورتنج، خلي بالكم، فطبعا دي حاجه جيده جدا. بالنتيجه دي او الفوز ده اتصدر الاهلي الترتيب برصيد 14 نقطه من 7 ماتشات، كما الحال في الرجال متصدرين الدوري برضو ب 14 نقطه، وبرضو السيدات ب7 فوز 14 نقطه. طبعا الادوار دي ترتيبيه، وبعد كده الاول والثاني الثالث رابع خامس سادس سابع ثامن، وبعد كده نبتدي ادوار اقصائيه، هو ده المهم. المهم ان انت تتاهل اول او تاني عشان ما تقابلش سبورتنج في قبل النهائي، على الاقل تقابله في النهائي، ولا كل مقام مقال. نفس الوضع بالنسبه للرجال برده اول لغايه ثامن، وهيبتدي ادوار اقصائيه. كمان الابطال كانت موجوده في صاله الشهداء، صورنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبات، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. الحمد لله رب العالمين، هو مكسب معنوي. اول مجموعه الولاد بذلوا مجهود، عندنا مشاكل ده الطبيعي، بنلعب باسكت هجوميه او دفاعيه، بنقعد نحضر لها الشغل في فتره الراحه، انما الحمد لله على المكسب وعلى المجهود اللي الولاد بذلوه. استعداداتي انا ما ببالغش قوي في الاستعدادات، ما بحبهاش يعني، حتى ما بحبش الميتنج كتير يعني، ممكن حتى كابتن خالد من بدري قوي لو حد يجي يقول لي قبلها بيومين، مش عايز يوم الماتش حد يحس الولاد ان انا رايح العب ماتش مختلف، انا عايز يتعودوا ان هو نورمال. انا بلعب على دي، انا كل الميتنج اللي في الثلاث اربع ماتشات الاخر من ماتش الجزيره على حاله التشبع اللي تيجي للولاد، اللي انا بكسب وانا وحش او بكسب بال 12، انا عندي اصابات، كان عندي ماتش الجزيره مثلا هاله ورنيم والمحترفه واخدين اثنين ما لعبوش، المحترفه خدت تايم قليل، فانت بتلعبي على التارجت عدم التشبع، او ان انا مش خلاص انا بكسب، انا دي بنكسرها شويه، دي اهم نقطه كانت عندي. فنيا انت اب داون، ما فيش ازمه، الدنيا الحمد لله بتمشي، ما فيش، فالاستعدادات عليها. الفتره اللي جايه احنا راحه، واخدين لحد يوم الجمعه اللي جايه اجازه، وهنبدا واحده واحده، لان عندنا بقول لك زي عندي 6 منتخب، وممكن يبقى فيه او 8 منتخب، فانا باقي 6 دول فيهم حد مجهد ومصاب، فربنا يعيننا على الفتره اللي جايه. الحمد لله على الفوز، الماتش ده كان بالنسبه لنا يعني مهم جدا، لان احنا بقى لنا 3 سنين سبورتنج بنلعبنا، احنا كنا ده بالعكس دافع لينا ان احنا النهارده عايزين يعني نكسبهم في ملعبنا. احنا بناخد كل ماتش بماتش، مركزين على وجود النادي الاهلي وشخصيته على اي فرقه بنلعبها. احنا توقف عشان في تصفيات افريقيا في اوغندا، فاحنا يعني ناس داخل، بس يعني الكوتش بس مدي 3 ايام مثلا راحه، وهنبتدي تاني اول يعني تركيز واعداد. الدوري متوقف لمده شهر بالظبط، يعني المفروض
على طول ونص في كاس كمان. اولا الله يبارك فيكي. ثاني حاجه احنا كنا مجهزين الجيم كويس اخر تمرينتين، احنا استهترنا شويه في النص خليناهم يرجعوا للجيم تاني، بس بعد كده كنا في الديفنس وده اللي خلينا نكسب النهارده الحمد لله. هو كابتن طارق بيعمل روتيشن كويس للعيبه في الماتشات، فمخلي كل واحده تاخد تايم كويس على اساس ان احنا كل شويه حد ياخد ريست عشان نعرف نكمل بقيه الماتشات كلنا، فده مخلينا اللي هو نقف على رجلينا وان احنا نكسب ماتش بماتش الحمد لله. انا اكتر حاجه الحقيقه يعني بتقلقني انا لما بتابع الالعاب الاخرى في النادي الاهلي الاصابات الحقيقه، وانا حتى لما كنت بلعب كنت شايف ان الاصابات هي الشبح اللي لو يعني ممكن يعني، وطبعا دي حاجه يعني بتبقى قضاء وقدر، يعني بتبقى اغلبها قضاء وقدر، انت ما تقدرش تقول يعني هي بتبقى جت كده لعيبه اتصاب. فالاصابات دي ربنا يحفظ فرقنا بالاصابات ونمشي ان كان، يعني احنا خلاص في وسط الموسم، خلاص احنا داخلين على فبراير احنا في وسط الموسم بالظبط، فيا رب يحفظ اللعيبه والاصابات، يعني فرقه السله سيدات دي يا رب يكملوا بنفس السكواد، ينفذوا يكملوا بنفس الروح، يعني ما بقاش في غيابات اكتر من كده عشان نقدر ننافس فريق كبير زي سبورتنج في بيست اوف 3 او الماتشات دي، فلازم نبقى واقفين على رجلينا يا رب يحفظهم من الاصابات. هنروح لكره الطائره الرجال اللي بيلعبوا دلوقتي اثناء اللي بكلم حضراتكم فيها دي، بيلعبوا مباراه مع الاتحاد السكندري، وبالمناسبه النتيجه 1-0 دلوقتي للنادي الاهلي و2-0 كمان متشكر بلغوني. الشوط الاول خلص 25-17 وهيبلغوني بالشوط الثاني وال 18 25-18. وبالمناسبه الفرقه عامله ماتش هايل، انا قاري التعليقات والمسجات اللي بيجي لي على التليفون، عاملين ماتش عبد الله واحمد صلاح، عاملين ماتش روعه. الماتش طبعا يعني في دور ال 16 من البطوله، وكابتن ميدو حاول طبعا زي ما الطبيعي في الشوطين بيشارك كل اللعيبه، والاهلي هيلعب في دور الثمانيه باذن الله مع كسبان من ترسانه ومصر البترول. وطبعا بفكر حضراتكم ان فرقتنا كانت خلصت الدور الثاني من الدوري وهي متصدره للمجموعه بعد الفوز بكل الماتشات اللي لعبناها، وده برده ان شاء الله من الفرق اللي السنه دي يعني باذنك يا رب مرهنين عليها بشكل كبير ان الدوري والكاس يرجع تاني في مكانه المفضل. وبالمناسبه الفريق ده اكتر فريق في التاريخ حصولا على كل البطولات، عندك بطولات محليه دوري وكاس، عندك ايضا بطولات افريقيا، هو اكتر فريق في افريقيا حقيقه حاصل على بطوله افريقيا، يعني الفريق ده الماسترز ما جاش من فراغ، الماستر يعني في كره الطائره او اللقب ده ما جاش من فراغ، زيهم زي فتيات الذهب في كره الطائره برضو نتيجه الالقاب الكثيره التي حصلوا عليها. هنروح لمصطفى عسل نجمنا اللي كنت بقول يعني اسمه في مطلع الحلقه، ومصطفى بيتصدر التصنيف العالمي، خلص احد البطولات في امريكا وفاز بيها، وراح لعب بطوله جي بي مورجان البطوله الثانيه في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن للاسف مصطفى في الدور ال 16 انسحب امام الفرنسي طبعا اللي كان بيلعب قصاده فيكتور كروين. انسحب ليه مصطفى؟ انسحب لانه حس بضيق تنفس شديد اثناء المباراه وعملوا له تيست ففضل الانسحاب، وكان لو كان كسب هذه المباراه كان هيطلع يقابل مروان الشرباجي اللي هو كان لسه كسبه. و مصطفى عسل او طبعا صوره من هو بياخد زي مثلا احنا يعني بيستنشق حاجه بتفتح الشعب عشان يقدر ناخد نفسه، زي ما انتم شايفين الدكاتره حواليه. الف سلام عليك يا مصطفى، نطمن عليك ونحاول نوصل لك او نوصل لاستاذ محمود والدك عشان نطمن عليك. ولكن لو تفتكروا احنا في الحلقه اللي فاتت وقلت لكم افتكروا الحلقه اللي فاتت كانت يوم 18 تقريبا، افتكروا مصطفى عسل عنده مشكله، مصطفى عسل عنده ازمه، واحنا كنا حاسين بده وشايفينه. النهارده مصطفى عسل بعد انسحابه نزل رسالة على صفحته، قال أعتذر للجماهير المصرية وبالأخص جماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد شعرت فجأة بضيق في التنفس أثناء اللعب في بطولة نيويورك اللي هي جي بي مورجان اللي قلت لحضراتكم عليه، أتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر. يعني هو اللي بيقول احنا ولا كنا نعرف يوم 18، بس احنا متابعين عن قرب، احنا شغلتنا نصبح ننام نقعد نشوف عن قرب ابطالنا ونجومنا في نادي الاهلي ومش كده بس، وكل المنتخبات القوميه. فالنهارده شفنا مصطفى عسل مش طبيعي، ولما كان معانا في الحلقه اللي فاتت برضه لمح ما كانش كان في امور. فبيكمل بقى الرساله بيقول ايه؟ المنظومه بالكامل تحاول دفعي باي طريقه للسفر خارج البلاد، وهذا لن يحدث رغم انف الحاقدين والمتامرين لمصالح شخصيه، وسوف اقوم بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي اتعرض ليها من الداخل. طب يا جماعة احنا سايبين مصطفى كده ازاي؟ يعني احنا طبعا مهم جدا اتحاد اللعبة برئاسة الكابتن عاصم خليفة لازم يقعد مع مصطفى يشوف مشاكله ايه، لازم وزير الشباب والرياضة ما بقاش كمان الموضوع على ممكن تبقى الحاجات اكبر من الاتحاد، لازم دكتور اشرف صبحي
يقعد يجتمع مع مصطفى اول ما يرجع. ما هو مصطفى مش هيقول الكلام ده من فراغ، مش هيحس بضيق التنفس ده، ممكن تبقى حاجه معنويه وهو متضايق. يا جماعه ليه يبقى عندنا اول عالم ونعمل فيه كده؟ لازم اولا النادي الاهلي بيدعمه، وهو شايف دعم النادي الاهلي ودايما في كل حته واخد النادي الاهلي معاه في قلبه وفي وجدانه. ولكن في المستوى بقى العالمي هنا دور بقى القائمين واسره اللعبه. يعني هل الحرب دي معموله على مصطفى عشان عمره سنه 21 سنه وبيتصدر التصنيف العالمي في البي اس ايه؟ انا مش عارف. طب عنده مشاكل، في مشاكل نقعد نحلها، نشوف ايه المشاكل اللي عنده، ايه الازمه، عنده امور في الملعب نتيجه الشد، ما نجيب الناس دي كلها ونقعد معاها ونفتح صفحه جديده. لازم حد كبير يتدخل عشان نحافظ على مصطفى، لان الحقيقه ان لما بيكون عندنا جوهره لازم نحافظ عليها. الف سلام عليك يا مصطفى، وترجع بالف سلامه، ودايما تبقى متالق في مبارياتك. كده نكون خلصنا اخبار نجومنا وفرقنا جوه النادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه برضو. لما بنلاقي مصر تستضيف او تنجح في استضافه احد البطولات، الحقيقه الموضوع ده بيسعدنا، لان ده بيبقى ليه مكاسب كبيره جدا. مصر تفوز ببطوله افريقيا او بتنظيم بطوله افريقيا للريشه الطائره 2024. الاتحاد المصري للريشه الطائره برئاسه الدكتور علي حسب الله فاز بتنظيم بطوله افريقيا للكبار، واللي هتتلعب في شهر فبراير 2024. وبعد الفوز هنأ الاتحاد المصري شهاب يحيى عضو مجلس اداره الاتحاد، واللي اعد الملف الخاص بالتنظيم، وقدر يظهر او يظهر مدى احقيه مصر بالفوز بشرف التنظيم ده. البطوله دي من ضمن البطولات المدرجه على اجنده الاتحاد الدولي على فكره، واللي ليها مجموع نقاط كويس جدا في سباق التاهل لدوره الالعاب الاولمبيه. يعني جايه في توقيت مهم قوي قبل اولمبياد طوكيو بست شهور، قبل اولمبياد باريس انا اسف، واللي هتكون في صيف 2024 في العاصمه الفرنسيه باريس. مصر كانت نظمت بطوله افريقيا للكبار دي في شهر 2 من السنه اللي فاتت، او سنه 2020. وفزنا ساعتها بثمان ميداليات وثلاثه ذهب وخمسه برونز، وكانت 14 دوله اللي شاركوا. اتصور ان شاء الله السنه الجايه في فبراير، يعني كمان سنه، بطوله افريقيا دي لا ممكن ناخد ميداليات اكتر، وممكن منها يتاهل عدد لعيبه اكتر. ريشه الطائره اتحاد محترم، اتحاد بيشتغل، اتحاد بيطور نفسه، وكل الدعم ليه، وكل الاخبار الحلوه اللي بتيجي من عندهم هتكون معانا وهنساندهم. ما عندناش في نادي الاهلي ريشه طايره بالمناسبه، ولكن ده منتخب مصر، واي اتحاد بيشتغل لازم هيبقى له مكان معانا هنا، واي مجموعه بتشتغل عشان تحط اسم مصر فوق احنا وراه وهنقف جنبه وهندعمه. حتى اللي غايب عنه حاجه هننتقده من باب انه يعدل مساره عشان في الاخر انا لعبت منتخب مصر، وعارف يعني ايه قيمه تيشيرت منتخب مصر والشرف الكبير اللي انت تناله، اللي انت بترتدي قميص تيشيرت مكتوب عليه ايجيبت او مصر من ظهرك. فطبعا ده شرف كبير، فاحنا هنا بنساند الريشه الطايره وكل المنتخبات او كل الاتحادات اللي حتى ما لهمش نشاط جوه النادي الاهلي هنساندهم. منتخب مصر للجودو يشارك في البطوله العربيه بالدوحه، ودي احد البطولات المهمه للجودو او لاعداد منتخب الجودو. وافق مجلس اداره الاتحاد المصري للجودو برئاسه مرزوق علي على المشاركه في منافسات البطوله العربيه للمنتخبات، واللي هتتلعب في العاصمه القطريه الدوحه في الفتره من 3 لحد 5 مارس اللي جاي باذن الله. والمفروض اتحاد الجودو هيعلن عن القايمه، واللي هتسافر من المنتخب خلال الايام اللي جايه طبعا بعد ما يستقر عليها بيعلنها قبل البطوله يمكن باسبوعين ولا حاجه. ومنتخب الجودو بيسعى في الفتره دي لتجهيز اكبر قدر من اللعيبه الشباب علشان يعني يحتكوا بشكل جيد وياخدوا خبرات من اللي قبلهم وخبرات تساعدهم على المنافسه في البطولات اللي جايه، وطبعا يكونوا دعم للعيبه الكبار اللي بيلعبوا دلوقتي، ويكون جيل جديد للجيل اللي موجود. وطبعا لازم نفكر حضراتكم المشرف على المنتخبات الوطنيه الاسطوره اللي دايما هنجيب اسمه بالفخر كله، الاسطوره الكبير الكابتن محمد علي رشوان صاحب فضية اولمبياد لوس انجلوس 1984. الحقيقه انا عايز اقول يعني لما بيجي اسم طبعا كابتن محمد علي رشوان، انا وقتها كنت بتفرج على المباراه دي، وانا عايز اقول لكم ان ساعتها كان التلفزيون بيترج، كان ما كانش فيه بقى القنوات، كانت قناه اولى قناه ثانيه، كان التلفزيون، كنا انا كنت عيل صغير بقى، فرحت جدا فرحت جدا جدا. فالاسم ده محفور في ذاكره المصريين ادب واحترام، وبالمناسبه ليه تقدير واحترام ومكانه في دوله اليابان رهيبه. كابتن محمد علي رشوان حتى الان يعني السفير الياباني هنا، لان هو طبعا كان الفاينل مع بطل اليابان هناك في لوس انجلوس 1984، وكان لعيب الياباني اتصاب وهو رفض يكسب بهذا الشكل، رفض يكسب لعيب مصاب، كان حاجه في رجله ورفض، وهو لو المباراه اتعملت فير هيخسر، لان ساعتها اللعيب ده كان قوي جدا، اللعيب الياباني ده. فاليابان حتى الان كابتن محمد رشوان اللي هو عايزه في اليابان بيعمله، وكلمه رياضه يعني، وهو عايزه ما يخص الجود واي دعم ووجه كل بقى خبراته. انا بحيي طبعا كابتن مرزوق علي، بحييه،
لانه استعان. ما هو انت لما تمسك اتحاد ما انتش محتاج يعني جمع الناس، انت عشان تنجح كاتحاد جمع كل قواتك وكل الناس اللي موجوده معاك عشان تشتغل وتقدر تطلع لقدام، مش عشان الانتخابات تخسر ناس، مش عشان الانتخابات تقول لا انا استبعد ده عشان كان واقف مع واحد ضدي في الانتخابات. لا، كابتن مرزوق اول ما جه اول ما مسك راح كلم كابتن محمد عشان قال له ما ينفعش حضرتك تبقى بره المنتخبات، انت المشرف على المنتخبات وليك كل الصلاحيات. على فكره مرزوق حاجه يعني اواخر الثلاثينات اول الاربعينات، سنه صغير، رئيس اتحاد سنه صغير. فالنهارده لما كابتن مرزوق يروح يجيب كابتن رشوان ويقول له تعالى شوف بقى اتفرج على اللي جاي، اتفرج ده العلاقات والسفاره والسياره اللي احنا غطيناها هنا في سفاره اليابان، واللي سفير اليابان قابل وقال له كل الدعم تحت امره كل ما يخص الجود وسفير اليابان هنا في مصر. طب انا ليه اخسر؟ ليه عشان اقول ده اصل ده ممكن ينزل قصاد انتخابات فانا ده لا مش هدخله، مش هستعين بيه. اصل ده كان واقف مع الناس اللي ضدي في الانتخابات فانا مش هستعين بيه. اصل ده كان بيني وبينه قضيه كان ليه حق وبتاع ورفع قضيه في المحكمه الرياضيه استبعده. ايه هو ده؟ لازم الاتحادات كل اتحاد يجي زي كره اليد هنا كل كفاءه. النهارده كان قاعد معانا الحلقه اللي فاتت كابتن محمد الالفي، الدكتور حسن مصطفى بيستعين بايه؟ ما بالك الاتحاد. عندك كابتن عاصم السعداني، نجوم واساطير كره اليد ليهم وجود مع المنظومه. فانت هنا لازم تستعين بكل الناس عشان تقدر في الاخر يكون اللي بيشتغل عشان الانتخابات صدقوني ما بينجحش، انما اللي بيشتغل عشان اسم مصر وعايز يحط منتخب بلده في المقدمه والله ربنا بيكرمه، لان انت عندك كل المقومات. انت هنا في مصر ما ينقصكش شيء، ملاعب هتلاقي، دعم من الدوله موجود، مناخ واستقرار تتمرن في اي حته، وعايز بحر تلاقي، عايز نيل تلاقي، عايز اي انواع تمارين وتضاريس هتلاقيها، فمالكش حج. هنروح للسلاح الشيش اللي دايما بيكون او لعبه السلاح اللي دايما بتكون معانا، منتخب مصر للسلاح سلاح سيف المبارزه يتوج بذهبيه كاس العالم. على فكره الخبر ده قبل ما اطلع الهواء بحوالي ساعه، دكتور عبد المنعم الحسيني كان منزل بوست وانا الحقيقه عامل هايلايت لكابتن عبد المنعم الحسيني لانه دايما اخباره كده ذهب عالم تصدر التصنيف العالمي. فاحنا بنتكلم على انجاز كبير عمله منتخب السلاح، منتخب الوطن لشباب سلاح سيف المبارزه حقق الميداليه الذهبيه في منافسات الفرق في بطوله العالم تحت 20 سنه واللي بتتلعب دلوقتي في البحرين، الف مليون مبروك. المنتخب فاز بالميداليه الذهبيه دي بعد فوزه على منتخب كازاخستان 45-34 اكتساح. وكان منتخبنا الوطني قد بدأ مشواره في البطولة من دور الثمانية على طول، لأنه طبعا من أحسن 8 فرق في العالم، وقدر نفوز على منتخب استراليا. اسمعوا النتائج بقى، اسمعوا النتائج عشان تفخروا بمنتخب الشباب للسلاح. فاز في دور الثمانية على استراليا 45-30، فاز على أوزبكستان في قبل النهائي 45-27 دبل سكور، فاز طبعا في النهائي زي ما قلنا على كازاخستان 45-34. أنا بكلمكم على دول في السلاح جامدة قوي، كازاخستان وكل اللي هو ساستان ده في الاخر حاجه جامده قوي. المنتخب بيضم بين صفوفه 4 لعيبه هم محمد ياسين، احفظوا الاسامي دي والله، اللعيبه اللي قاعده دي انا لو شايفهم اخدهم بالحضن قدامي، عشان حطوا مصر في صداره التصنيف العالمي، مش بس بيكسبوا لا دول رقم واحد في العالم. عندك مين؟ عندك محمد ياسين، احفظوا الاسامي دي، محمد ياسين، محمود السيد اللي باباه، معلش هاتوا لي الصوره تاني، محمود السيد اللي والده صح، والده اللي المدرب، مظبوط يا جماعه؟ هاتوا لي الصوره تاني، محمود السيد اللاعب ومحمد جابر ومعاهم محمد السيد ووالدهم المدرب بتاع المنتخب. النهارده انت يعني معلش انا اسف، شايفين ده المدير ده محمد اللي في النص ده كابتن السيد او دكتور السيد اللي هو والد محمود والد محمد، اللي على شماله ويمينه دول ولاده. وعلى فكره وما تمرحوش المنتخب الا بعد ما عملوا يعني واثبتوا نفسهم، مش عشان لا الاتحاد ده بيشتغلوا بالعدل زي ما بيقولوا بالانصاف. فالمنتخب طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيضم محمد ياسين، محمود السيد، محمد جابر ومعاهم محمد السيد اللي حقق الميداليه الذهبيه في المنافسات الفردي امبارح. مين بقى محمد السيد؟ حقق الذهب في الفردي بعد ما فاز على بطل استونيا 11-7 برضه اكتساح. يعني محمد ما هيرجع بمدلتين ذهب، لا لازم ينورنا يا جماعه بصراحه محمد، لازم يجي معانا بامانه الناس دي او الابطال دي الحقيقه من ذهب.
هو كان ضيفنا من فتره يعني، بس انا عايزه بقى يعني يكون معانا بصراحه، لان انا بشرب بالابطال دول. وبيدرب منتخبنا الوطني زي ما قلت لحضراتكم دكتور سامي، وبيرافق البعثه الدكتور احمد عبد القادر، والحكم الدولي يوسف علاء. الف مليون مبروك يا كابتن عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد، الف مليون مبروك اتحادك المحترم، الف مليون مبروك على الامل والطاقه الايجابيه اللي بتدوها لنا بالاخبار الجيده دي. كده كل اخبارنا خلصت، هنطلع لفاصل. بعد الفاصل هستقبل طبعا ضيوفنا، ضيوف الشركه الهولنديه، عشان نعرف منهم تفاصيل مهمه جدا. يعني استاذنكم ما تروحوش بعيد، انا متشوق حتى لهذا اللقاء، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن زي ما وعدناكم دي الفقره اللي هيبقى فيها يعني امور كتيره تخص تنميه المواهب للناشئين، ويمكن اكتشاف المواهب وتنميتها والتوجيه والتوجه الصحيح للرياضه، او التوجيه الصحيح للرياضه اللي تناسب الطفل، والرعايه كمان الكامله للمواهب للوصول الى البطولات اصبح علم وصناعه. زي ما قلت لحضراتكم انا بس كاتب الكلمتين دول لان الموضوع ده بقى علم وصناعه. في الاول لازم ارحب بضيوفي عشان نبتدي معهم الحوار، المنورين الحقيقه في الاستوديو. برحب طبعا بدكتور محمد زغلول، رئيس مجلس اداره مؤسسه امستردام كلينيك، والمسؤول عن تنفيذ برنامج فاندس مع النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا كابتن، واهلا بالساده المشاهدين. منورنا قناتك. لا ده منور بحضرتك، وشكرا على الدعوه الجميله دي. برحب طبعا بضيفي ساتيا ديمبور، طبعا اخصائي اكتشاف المواهب وتنميتها. اهلا بحضرتك. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا مسرور لأكون معكم اليوم. يمكن هبتدي بقى حواري مع دكتور محمد. دكتور، يمكن هولندا من الكلام ده قلته في البداية أو في الانترو، إن هولندا من الدول المتميزة في الرياضة بالرغم من عدد سكانها 17 مليون و200 ألف يمكن تقريبا. حدثنا عن التجربة الهولندية وإزاي بيتم اكتشاف المواهب دكتور. طبعا زي ما تفضلت كابتن من شوية، قلت هولندا دولة صغيرة، صغيرة مساحة وعددا مقارنة حتى بالدول الأوروبية، أصغر من ألمانيا وأصغر من فرنسا 17.8، هم زادوا شوية. طب كويس، حلو يعني، وش حلو عليك. التجربة الهولندية على الرغم أنها دولة صغيرة عندها عدد من النجاحات اللي هي تفسيرها الحل الوحيد أن هي مبنية على أساس علمي. طبعا بجانب أن الجانب الرياضي بالنسبة لنا مهم جدا، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، النجاحات بتاعتها في الجانب الرياضي. هولندا سابع دولة على العالم في الأولمبياد. هولندا من 1912 لحد دلوقتي حققت 430 ميدالية على في سواد الأولمبيات الصيفية. 430 ميدالية أولمبية، رقم ضخم، رقم كبير جدا على دولة صغيرة بال 17 مليون دول. 5-6 ميداليات فقط. احنا مصر تقريبا 38 ميدالية. 38 ميدالية من 1912 لحد دلوقتي. حضرتك بتتكلم بالظبط في المدة دي كلها، فاحنا تقريبا حاجة و30، هم كانين في 430 ميدالية. طبعا ده رقم كبير جدا. ال 10 سنين اللي فاتوا مثلا هولندا كانت السابعة على العالم في أولمبياد طوكيو، كانت قبل فرنسا وقبل ألمانيا وقبل إنجلترا. طب قصة النجاح ديت مش بس كده، كمان في حاجة مهمة جدا كمان برضو، أعتقد طالما احنا بنتكلم على الرياضة وبنتكلم على الأطفال، الطفل الهولندي طبقا للقياس بتاع اليونيسيف للأمم المتحدة أسعد طفل في العالم فعلا. فإحنا النهاردة بنتكلم على سعادة الطفل، وبنتكلم على تحقيق التميز الرياضي، الكومبينيشن الجميل ده. أعتقد إحنا كمان نقدر نحقق الكومبينيشن ده الاثنين دولت. طيب سعادة الطفل ده طبعا جاية من الرعاية الكاملة للطفل. سواء كانت الرعاية البدنية أو الرعاية الطبية، لأنها لازم تكون منظومة كاملة. والتغذية كمان. والتغذية أكيد طبعًا أكيد، والمنتل، كل الأمور ديت. الطفل محطوط سنترال لاهتمامات الدولة. طيب القصة ديت أو قصة النجاح ديت بدأت من زمان، ولكن الدولة حبت تحط الأساس العلمي عشان استكمال قصة النجاح ديت. ففي 2005 الدولة مولت دراسة بسؤالين مهمين جدًا. السؤال الأولاني هو البطل ليه بطل؟ ده أول واحد. ورقم اتنين، أنا متوسط الشعب الهولندي للرجالة 81 سنة، والسيدات 83 شوية أو 84 سنة، بالإضافة سن المعاش في هولندا 67 سنة. فأنا عايز الشعب بتاعي يكون منتج لحد العمر ده، فإزاي أحافظ على صحة شعبي وفي نفس الوقت أحافظ على البوزيشن بتاعي في الأولمبياد. طيب من المنطلق ده الدراسة دي تم تنفيذها من 2005 ل 2009، و مخرجات هذه الدراسة ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، اللي هو الطريق للبطولات ما هواش صدفة. صحيح. ولا هواش مفاجأة. صحيح. ففي عناصر وتولز، أدوات لابد انك انت توفرها النهاردة عشان تقدر تحقق البطولات ديت. وده اللي النهاردة هنحاول نشرحه، عشان طبعا انا شايف فيه تغير في الثقافة في مصر، واهتمام الدولة بالرياضة. صحيح. اهتمام الأندية بالرياضة. الرياضة النهاردة أصبحت صناعة، والدول بتتنافس عليها كمان مش بس الأندية. صحيح. فبقت مجال للتميز في الدول،
وكمان مجال كمان لأولياء الأمور إن هم يشجعوا أولادهم النهاردة. ولكن أحيانا ممكن التشجيع ده ما يأديش النتائج اللي احنا عايزينها. صحيح. احنا عايزين النهاردة بالتعاون مع النادي الأهلي إزاي التشجيع والجو العام النهاردة ده اللي بيحبز وبيشجع الولاد على ممارسة الرياضة إن هو في الآخر يحقق لنا البطولات اللي احنا عايزينها. فوجودنا ان شاء الله رب العالمين من خلال التعاون مع النادي الاهلي والشراكه مع النادي الاهلي ان احنا ننقل التجربه ديت ويبقى عندنا كمان سكسس ستوري في مصر، لان مصر فيها 100 مليون وشويه. احنا عندنا في مصر في السن الصغير اللي احنا بنتكلم فيه تحت 18 سنه 41 مليون طفل، عندنا من 4 ل 14 سنه بالظبط كده. ففي امكانيات من ناحيه العنصر البشري، ولكن كمان في بنيه تحتيه. النهارده مصر بتتميز ببنيه تحتيه، السطب بتاع الانديه اللي موجود في مصر ده سطب يونيك. ليه يونيك؟ لانك انت النهارده في مكان واحد عندك امكانيه ان الطفل يلعب اكتر من رياضه في نفس المكان، وان هو سويتش من رياضه لرياضه. الامكانيات ديت وعندك مدربين، فانت عندك كل العناصر اللي ممكن تنجحك. ولكن السؤال بقى محتاجين ايه عشان ندعم ده ونقدر نحقق ده؟ هو ده اللي النهارده ان شاء الله. واحنا ان شاء الله هاجي لحضرتك بقى بالتفصيل أكيد. محتاجين ايه؟ وهنروح لمستر ساتيا، يمكن محتاج حضرتك اخصائي طبعا في يعني اكتشاف المواهب وتنميتها. طيب ايه الخصائص او المهمه للموهبه واللي ينطبق على كده في كل الرياضات؟ يعني الحاجه مش بس رياضه بعينها، بيبقى فيه خصائص مهمه تنطبق على الموهبه يقدر يطبقها في اي رياضه. ايه اهم الخصائص؟ Yes, well, first it's very important to اولا من المهم جدا اولا ما معنى الموهبه. الموهبه هي ان شخص لديه القدره على التنافس مع اقرانه ويستطيع ان يتفوق عليهم. وهناك ايضا شيء اهم اكثر، كيف يمكن ان يؤدي في المستقبل. لديه الامكانيات ولديه القدره على تقديم ذلك وان يكون افضل من اقرنائه في المستقبل. كلمه الاستعداد هذا مهم جدا لانها تقدم الى المستقبل، هي مقدمه للمستقبل. نحن لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث غدا أو في المستقبل أو بعد شهرين، ولكن لهذا من المهم، وربما يكون أمر معقد، ولكن لا يجب أن نقيم الطفل في مستوى معين في لعبة معينة. ولكن في السن الصغير نحن نود أكثر أن نرى أو ننظر في ثلاثة عناصر. الأول الأمور المتعلقة بالأداء البدني والمعدلات النمو الذهني أيضا، وأيضا قدرتهم على التأقلم. سأشرح كل عنصر على حدة. كما قلت الشرط الأول هو الجزء البدني الخاص بالطفل. تحت سن 12 من المهم جدا أن ننمي معدلات النمو الذهني، وأن حتى يستطيع الطفل أن يتعامل مع جسده، وهذا يتضمن أشياء مثل المرونة، التوازن، التأقلم بشكل عام. وهذه الأمور مهمة حتى يستطيع تحسينها في المستقبل، وهي مهمة حتى نستطيع اكتشاف المواهب، حتى نستطيع وأيضا نرى المعدلات الذهنية. كما قلت الأمور الأكثر أهمية في السن الصغير هذه تتضمن كما قلت معدلات النمو الذهني، وأنه عندما تضع أهداف مستقبلية يمكن أن تصل إلى هذه الأهداف. إذا أمنت بهذه النقطة فهذه من الأدوات المهمة جدا في اكتشاف المواهب. وهناك أيضا الحافز، كيف يمكن أن تضع لنفسك حافز وتعمل جاهدا. وهناك أيضا كما قلت العنصر الثالث التأقلم، والقدرة على التأقلم معناها أن عندما يتخطى إلى الجزء الأعلى فيستطيع أن يتأقلم مع كافة الفئات التي يتمرن معها، وكل ما تتقدم يكون هناك تأقلم مع المجموعات المختلفة. وهذه العناصر الثلاث الأكثر أهمية عندما ننظر إلى اكتشاف المواهب، هذه الخصائص الأهم. أشكرك الحقيقة، يعني أنت شرحت الموضوع بشكل جيد جدا وشكل مختصر، يعني الحقيقة يبقى سهل حتى السادة المشاهدين يعني يفهموا فعلا أهم الخصائص. الموضوع علم، الموضوع كبير، الموضوع مش صغير. يا دكتور يمكن أجي لحضرتك يعني
النادي الاهلي اكيد مؤسسه جاذبه للمواهب وجاذبه ودايما تسعى لتطوير الدائم. يعني اهميه التعاون بين النادي الاهلي وشركه طبعا او يعني مؤسسه كلينك والبرنامج فاندس ده اهميته ايه؟ يعني اهميه التعاون ده ممكن يثمر عن ايه؟ طبعا احنا طبعا سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي. للي حضرتك بتقول النادي الاهلي مش بس صاحب بطولات ودايما بيسعى الى المزيد من البطولات، ولكن النادي الاهلي دايما كمان كمؤسسه سباق في التطوير، ودايما سباق في جلب الخبرات الدوليه عشان دايما يطور ويوفر الاحسن دايما. طبعا فده بالنسبه لنا طبعا ده عنصر مهم جدا لانجاح المنظومه ديت، لانك انت عايز المنظومه ديت محتاج مؤسسه تعرف تطبقها فيها بالشكل الصحيح، والمؤسسه ديت تستجيب لده، لان ما هوش عنصر واحد. صحيح. ده انت عايز معاك اداره، عايز معاك فنيين واداره تنفيذيه وعايز اداره تنفيذيه. صحيح. وعايز اباء وعايز ناشئين، فانت عايز عناصر كتير جدا عشان تنجح. النادي الاهلي طبعا مش بس على مستوى مصر، على مستوى مصر والدول الافريقيه والعربيه سباق في ده، ومتوفر فيه العناصر ده، وحقيقي طموحه دايما ما بيوقفش، يعني دايما عايز المزيد. فدي حاجه طبعا مشجعه جدا انك تكون موجود في مكان زي ده، ودايما كل ما بتقعد مع كل ليفل في النادي مش بس بتشوف حماس الناس، ولكن كمان بتشوف روح الفريق اللي موجوده في النادي دايما، ودايما كل واحد في مكانه عايز الاحسن. فالعنصر ده مهم، لان انت ممكن تكون عندك العلم والمعرفه ولكن ما تلاقيش الارض الخصبه اللي تستقبلها. صحيح. فده مهم جدا، فكان اختيارنا للنادي الاهلي في الاساس على هذا الشكل. وحضرتك متحمس لده يا دكتور؟ يعني حضرتك شايف ان ده حاجه خطوه، او شايف ان ده يعني ماشيين في الطريق الصح، يعني وممكن نكمل ثمار من الموضوع ده قريب؟ النادي الاهلي عنده قاعده عريضه جدا، قاعده عريضه من الاطفال والناشئين، دي ميزه مش متوفره في اماكن كتير. طيب انت حضرتك بتقول دلوقتي على وقت قصير، انت حضرتك في خلال 6 شهور ان شاء الله وفي خلال سنه هتشوف تغير، وبذره المجهود اللي احنا بنبذله ده النهارده مع اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ومديرين المشروع والمعنيين، لا حضرتك هنشوف نتيجه تانية خالص مختلفه تماما، لان في هناك تعطش لتطبيق التجربه ديت، وفي تعطش حسيت ده جدا بالورش يعني. الورك شوبس اللي حضرتك عملتها وانا شايفها والمعارض على الساده المشاهدين، شفت من المدربين واولياء الامور واللعيبه، شفت تعطش للتجربه نفسها؟ يعني تعرف حضرتك انا كنت قبل ما اعرض اصلا المشروع على المدربين كنت بسالهم انتوا جايين منتظرين مننا ايه قبل ما اقول اي حاجه. حلو. وكتبت اللي هم عايزينه. قال لك انا عايز اعرف ازاي البطل بيكون بطل، قال لك ازاي انا عارف ازاي بيتاسس، قال لك انا عارف عايز اعرف ازاي الولد يختار الرياضه المناسبه، عايز اعرف هو الولد دي الرياضه مناسبه ولا لا. قلت لهم هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه. فدي حاجة طبعا لما تسمع ده وكنا بنتكلم مع 3 ألعاب مختلفة والإجابات بنسبة 80% متشابهة، فلما تسمع ده من الفنيين ورغبتهم في التطوير، لا بتقول لا انت النهاردة عايز تشتغل امبارح مش النهاردة. طيب وبالجانب طبعا يعني دي برضو نقطة مهمة جدا ان احنا نشير ليها، النادي الاهلي دايما وده يعني سمعته أكتر من مرة ومن الكابتن الخطيب ومن مجلس الإدارة، من ناس كتير بتقولها دايما، احنا علينا واجب وطني تجاه بلدنا. صحيح. ان احنا النهارده المكان المؤهل ان هو يطلع ابطال يمثلوا النادي الاهلي ويمثلوا منتخبات مصر ويشرفوا بلدهم. فالجانب الوطني ده لما يكون الروح ديت كمان موجوده عند نادي، ان هو النادي مش منغلق على نفسه. وحتى لما جينا كنا نتكلم كمان في اطار التعاون، قال لك لا احنا عايزين شراكه، ومش عايزين شراكه لينا، يعني ما كانش فيه حته ان احنا عايزينها لينا، الانانيه ليا لا، ده انا عايز انشرها في مصر كلها، وعايز انقلها للمحافظات، انا عندي اكاديميات وعندي انديه اخرى نقدر ان احنا ننقل التجربه دي ليها. فحته ان هي معلش الانانيه ديت لا ما كانتش موجوده خالص تماما، وحب نقل المعرفه ديت وان احنا نطبق التجربه ديت على ارضنا عشان ننقلها للاخرين وننقلها كمان بعد كده خارج مصر، دي حاجه طبعا مشجعه جدا. هي رساله يعني النادي الاهلي قايم برساله هنا مع حضرتك، انه شايف ان دي مصر محتاجه للدايركشن ده في اتجاه العلم. مظبوط. فده طبعا يعني العناصر ديت، انت عشان تنجح اي حاجه في الدنيا لازم تكون العناصر ديت، واهم عنصر العنصر البشري اللي انت تشتغل معاه.
مش بس انك انت عندك صالات رياضيه وبنيه تحتيه ممتازه وافرع وحاجات جميله، كل ده ممتاز جدا، ولكن العنصر البشري اللي احنا شغالين عشانه ده موجود. فده حقيقي طبعا في كل نقاشاتنا، ودايما كل ما بتقعد في نقاش بيطلع لك فكره جديده، وبيخليك دايما انت عايز الاحسن وعايز تطور، وعايز يعني انت بتحس ان هم ما بتسيبهم اسبوع ما بتشوفهمش بتلاقي في حاجه جديده، دايما في جديد كل اسبوع. يعني بقول لهم انتوا بتجيبوا منين كل الوقت ده؟ فطبعا احنا سعداء جدا طبعا بالشراكه ديت مع النادي الاهلي، وسعداء جدا بفريق العمل اللي موجود في النادي الاهلي، وكل واحد في مكانه متخصص في مكانه. احنا اللي سعداء بيكوا يا دكتور، ميزه جدا عظيمه، وسعداء بالحماس اللي حضرتك بتتكلم بيه والرغبه. احنا سعداء ان حد من يعني ابن مصر وعايز ينقل تجربته اللي هو عايشها في بلد تقدمت او سبقتنا في حاجه بننقلها لبلده، دي حاجه تسعدني وحاجه انا الحقيقه فخور بيها جدا. فسعيد بك جدا يا دكتور. ده طبعا ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا وناسنا، ده واجب، مش ما احناش بنعمل ده، واجب لازم نأديه، وان شاء الله هتنجح، وان شاء الله رب العالمين اكيد باذن الله هننجح كلنا باذن الله. طب هاجي تاني يعني مستر ساتي، يعني هاجي لك في الحوار. التدريب عنصر اساسي من عناصر اللعبه، اي لعبه بتعتمد على التدريب. ايه طرق التدريب اللي طبعا بيستخدمها خبراء فاندس في مختلف الفئات العمريه؟ أهم عناصر التدريب وأساليب سأبدأ من السن الصغير، لأنه من المهم تأسيس الأطفال الصغار في سن مبكر. على سبيل المثال من السن الصغير يجب أن يكون الموضوع ممتع لهم، لذا في البداية نتحدث عن التأسيس البدني. لهذا نؤكد على الأساسيات، هناك أساسيات، وحتى نصل إلى هذا المستوى نود أن نلعب أو نعمل على التعليم الضمني، وهو التعليم الضمني أنك تتعلم دون أن تعرف أنك تتعلم. على سبيل المثال كنت أعمل على مدرب كرة قدم، ومن ضمن هذه الأساليب هي ركل الكرة أو اللعب بالكرة والتحرك بالكرة، وبهذه الطريقة نحب أن نلعب بطرق مختلفة، ويمكن أن تحرز أهداف عن طريق تنطيط الكرة حتى الهدف، وحتى يستطيع الأطفال أن يكتشفوا الطريقة التي يمكن أن يصلوا بها إلى الهدف. فهم يتعلمون دون أن يعرفوا أنهم يتعلمون. هم لن في السن الصغير هذا هو النموذج الأمثل لنا، وكل لعبة لها الأسلوب الخاص بها، والذي يجب أن يتمتع بالإبداع، يجب أن يكون هناك إبداع أيضا في الطريقة، وكل طفل له طرق في الحركة. قد أعلمه بطريقتي، ولكن ربما هذا الطفل لديه طريقة مختلفة تماما في التحرك في الملعب. لهذا بهذه الطريقة وطريقة التعلم الضمني هم يتعلمون ويكتشفون في أنفسهم الطريقة التي يستطيعون أن يتحركون بها بسرعة أسهل بالنسبة لهم. وفي المرحلة الثانية هناك من سن 12 حتى 13 عام نذهب إلى الطرق الأكثر تقدمية. إذن كما قلت في السن المبكر نركز على التأهيل البدني وأيضا التنسيق، المرونة، الاستقرار، التوازن، وبعد ذلك نبدأ في تدريبهم أساليب جديدة ونعلمهم تقنيات جديدة وأساليب جديدة في اللعب. وفي السن بعد ذلك نحاول أن نتجنب، لأن في مصر على سبيل المثال في مصر هناك بعض المشاكل، وهي أن يتم إرهاق الأطفال في سن مبكر. على سبيل المثال يبدأون في سن 9 بتدريبات شاقة، فيتم إحراقهم إذا صح التعبير. لهذا عندما يكونوا على استعداد سنبدأ في تعليمهم التقنيات الجديدة والأساليب الجديدة، وبعد ذلك في سن 15 ستكون هناك تدريبات متخصصة أكثر حتى نستطيع بناء أبطال للأولمبياد. وأعتقد أن هذا يمكن إحرازه بسهولة، لأن لدينا الكثير من المواهب ويمكن أن نصل إلى هذا المستوى.
يعني يمكن انا عايز اشير لحاجه، انه الجميل في البرنامج او اللي عاجبني في البرنامج ان انتم ممكن بتعلموا يعني بتتعاملوا مع كل مرحله سنيه باللي يناسبها، وده الحقيقه يعني بيبقى مهم جدا ان انت في السن الصغير انت عايز تعلمه من خلال المرح الفني، ان هو يعني يلعب وينبسط، بس بيتعلم من خلاله انه يتبسط. وحاطين في الاعتبار ان انت ما تحرقش عضله اللاعب، لا اللاعب ده يبقى اللايف تايم بتاعه اعلى. عجبني ان انتوا دارسين كل الجوانب وكل التساؤلات اللي عندنا يعني موجوده عندكم. وهل هل هل الكلام ده يعني حتى لما جيت تطبقه في هولندا من الاعمار السنيه كان في تقبل منه وكان في مردود فعل حتى من الاعمار السنيه المختلفه في هولندا بشكل جيد؟ نعم، هذا تم قبوله بشكل جيد، لان اولياء الامور يشعروا بان الاطفال يستمتعون، لأن الكل يريد الأطفال أن يستمتعوا، ونحن نرى النتائج خاصة في هولندا. هذا المنهج منتشر بشكل كبير، وأن الأشخاص يشعرون أن الأطفال يستمتعون، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نحرز الكثير من النتائج الهامة، ولدينا الكثير من الأمثلة الناجحة من خلال تطبيق هذا النظام، والأشخاص بدأوا يصدقون ويعترفون بهذا المنهج. لهذا الكل سعيد بهذا المنهج، خاصة لأنهم يرون الأطفال سعداء، وأن هذا أهم شيء. ربما عندنا بيقولوا كده مثل ضرب عصفورين بحجر واحد، وده يأكد اللي كنت بقوله لحضرتك من شوية، قياس الأمم المتحدة إن الطفل الهولندي أسعد طفل. حتى الرياضة التكامل ده اللي موجود ده جزء اساسي من المنظومه، وده اللي بيساعد على النجاح. حضرتك اي حد في مكانه، حتى لو اي بني ادم موظف، مش هيكون ناجح الا اذا كان سعيد. فانت حضرتك النهارده بتعامل مع اطفال، فانت ازاي انك انت النهارده منتظر منه ان هو يطلع كل اللي عنده وهو اصلا مش مبسوط؟ فاهم حاجه ان هو يكون مبسوط، ده البدايه. صحيح. يكون ان هو رايح التمرين النهارده. انا حضرتك انا احيانا بتشوف اطفال في حمام السباحه وبيعيط ومحدش واخد باله منه، ولا المدرب ولا الاب ولا الام. طب انت النهارده منتظر ان من ده هيكون سباح؟ هل منتظر من ده ان هو في يوم من الايام هيحب الرياضه اصلا؟ لا، ما ينفعش. صحيح. ما ينفعش احط الولد في قدامي ويعيط واقول لا معلش هو بيتدلع. لا، هو مش بيتدلع. لا، احنا عايزين نشوف هو بيحب ايه. صح. مش احنا عايزين منه ايه، وده فرق كبير. طب جدا. لا، ده انا عايز بقى اروح لحته ثانيه. اتفضل حضرتك اللي فتحتها. معلش سيبني بقى دلوقتي. اولياء الامور عندهم تساؤل مهم جدا. تمام. انا العب ابني انهي رياضه؟ التساؤل ده اللي حتى انا على المستوى الشخصي ممكن يقابلني. انا ابني عايز العبه رياضه، بس مش عارف احطه ايه الرياضه اللي تناسبه. برنامج فاندز ممكن يساعدنا ازاي في ده؟ طب نرجع بقى للدراسه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، المخرجات بتاعه الدراسه، وده المراحل بتاعه تنفيذ المشروع. احنا بنبدا مع الولاد من عمر 5 سنين ل7 سنين على حاجه اسمها بيزك موفمنت سكيلز، اللي هي اساسيات الجهاز الحركي. ان كل طفل عشان يتحرك ويلعب في اساسيات عنده من بالانس، كوردينيشن، ستابيليتي، لازم تكون موجوده عنه. فانا النهارده ما ينفعش ان انا احط ابني او بنتي في لعبه وهو ما عندوش الاساسيات ديت، لان المردود بتاعها ان هو هيجي في سن معين هيصاب، وهيصاب والاصابه دي هتكرر فهيسيب الرياضه وهيحبط. فده بننفذه ازاي؟ احنا بناخد الولاد في العمر ده وبنعمل لهم اختبارات وقياسات على اساسيات الجهاز الحركي لكل طفل على حده. الجهاز الحركي تمام. اساسيات الجهاز الحركي. تمام. طيب مخرجات القياسات ديت عباره عن تقرير بتقول نقاط القوه والنقاط اللي الطفل متميز فيها والنقاط اللي الطفل محتاجين نشتغل عليها في الفتره الجايه. فبنترجم التقرير ده الى خطه تدريبيه للطفل، وزي ما كان بيقول ساتيا من شويه، انت بتعلمه من غير ما بتقول له ان انا بعلمك. انا ما بقولش الطفل ان هو انت وحش في حاجه، لان طبعا السيستم الهولندي مبني على التطوير مش على الاختيار. انت طويل روح كذا، انت قصير روح كذا، ابدا. ما ينفعش اختار. ما ينفعش اختار في السن ده خالص. ما ينفعش افرض اي أطور اختيار. اطور كل الولاد بيزكس وكل الولاد كل الولاد كل وبعد كده هيبان مع الوقت. بالظبط كده. واجي بعد كده، ما انا النهارده قست واشتغلت معاه 6 شهور، طب انا عايز اشوف نتيجه شغلي معاه ده بعد 6 شهور. فاحنا بنكرر القياسات ديت كل 6 شهور، والقياسات ديت هنوريها كمان شويه باجهزه تكنولوجي
very accurate انك انت الارقام اللي انت موجود قدامك ديت تقدر تقول فعلا الطفل ده اتحسن بنسبه قد ايه في الميه هنا واتحسن هنا بنسبه قد ايه في الميه، وبتكرر ده كل ست شهور وبتشوف تطور الجهاز الحركي لابنك او بنتك في العمر ده. فديت اول مرحله، ودي المرحله اللي الدراسه اثبتت انك انت عايزها، مش بس زي ما كنا بنقول عشان ربنا يديهم الصحه المتوسط العمر اللي فوق ال 80 ده، وان هو عايز 67 سنه عايز يبقى شاب. صحيح. عشان يبقى راجل برودكتيف. لا، ما انت كمان بتحافظ عليه على صحته فيما بعد، انت مش عايزه ان هو في سن ال 50 سنه يجي يقول اصل ظهري بيوجعني ورجلي بتوجعني، فانت كمان بتحافظ على صحه الانسان. واعتقد احنا كاباء كلنا واولادنا احنا اهم حاجه صحه اولادنا. صحيح. فانا بساعدهم دلوقتي ان هو ينمو صح، وفي المرحله ديت انا عايزه يلعب ويحب اللعب زي ما كان ساتيا بيقول كده، مش لسه ما وصلناش لمرحله الرياضه، هو بيلعب. طيب بعد كده بنيجي المرحله الثانيه اللي هي من 7 لـ10 سنين، السؤال اللي حضرتك بتساله اللي هي السبورت كومباس او البوصله الرياضيه. ده عباره عن ايه؟ في مرحله البوصله الرياضيه انا عايز اعرف 3 حاجات. عايز اعرف، احنا بنقول I like, I do, I am. I like أنا بحب إيه؟ بحبه. لازم أول حاجة أعرف هو بيحب إيه أصلاً. بالظبط. ففي الساينتست في هولندا عاملين أبلكيشن بأنيميشن شكلها لطيف وظريف جداً تناسب كل الأعمار، الطفل بيبدأ يجاوب على عدد من الأسئلة بشكل فاني جداً، هو بيحب يلعب بره ولا بيحب يلعب جوه؟ تعرف منه هو حابب ممكن إيه اللي يناسبه؟ يناسبه، هو بيلعب بيحب يلعب لوحده ولا يلعب مع فريق؟ بيحب تو كلايم ولا يجري؟ كلها اسئله منحصره في النشاط اللي الطفل بيحبه. ده اول حاجه لازم اعرفها الاول من الطفل. بعد كده اي دو هو انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي بلعب باسكت او بلعب كاس او بلعب كاس. طيب اوكي، هو بيعمل ايه في الباسكت ده؟ هل هو هو متميز في الباسكت ده؟ واخد حاجه معينه في بوزيشن تكنيك معين؟ فانا عايز اعرف هو بيعمل دلوقتي في الباسكت. وبعد كده ايام، انا بقيت خلاص انا دلوقتي ايه الجزء البدني بتاعي. طيب الثلاث تقارير دولت جنب بعض بيطلع منهم تقرير واحد يقول للنادي او للمدرب او لولي الامر ديت الرياضات، 7 رياضات اهم 7 رياضات ممكن ابنك او بنتك يختار منها، ويفضل وهنيجي لها بعدين يختار على الاقل رياضتين متضاربتين ملهمش علاقه ببعض، يعني ياخد سباحه وياخد حاجه في الكوره عشان يشغل كل الجهاز الحركي بتاعته. طيب البروسيس ده، وطبعا مع التقرير ده في التقرير البدني اللي بيقول العناصر اللي عند الطفل محتاجه نشتغل عليها في الفتره الجايه، وبنترجم ده تاني لجرعات تاهيل للطفل في شكل مجموعات بشكل فن يكون مبسوط عشان احسن اداء الجهاز الحركي عنده اكتر واكتر، واكرر طول الوقت القياسات ديت كل 6 شهور واشوف مراحل النمو. وهنا بقى تيجي المرحله الثالثه اللي احنا كلنا مستنيينها اللي هو يثبت في لعبه مين فيهم بطل ومين هيتخصص. صحيح. طيب انا بقى دلوقتي عندي هيستوري. طب استاذنك يا دكتور، احنا لازم نطلع فاصل. طب بس احنا كده تمام وقفنا عند المرحله الثالثه اللي فيها بقى نبتدي نختار، وكمان عايز اعرف من حضرتك مين في هولندا من النجوم تمام اللي خرج من برنامج زي ده. بس لازم قبل ما اطلع فاصل اشكر طبعا ساتيا على وجودك معانا، وتشرفنا بيك وتشرفنا بالعلم اللي عندك يعني. أشكرك شكرا جزيلا، كنت سعيد للغاية أن أكون معكم وأن أشارككم في رأيي حول هذا المشروع. أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، طبعا دكتور محمد مكمل معانا وهنرحب بعد الفاصل بطبعا أحد أخصائي أو أحد مسؤولين الشركة ستيفن، ولكن بعد الفاصل. هو الحقيقه طبعا احنا وقعنا في الاسبوع اللي فات التعاقد مع مؤسسه فونديز الهولنديه اللي بتديرها امستردام كلينيك. الموضوع ببساطه زي ما شرحناه قبل كده هو اكتشاف المواهب في سن مبكر وكيفيه تنميه المهارات بتاعتها. طبعا احنا اول ما نبتدي يعني ماشيين في اكتر من اتجاه. الاتجاه الاولاني الناس الفنيين اللي هم موجودين داخل النادي مقسومين ما بين الاكاديميات وبين الفرق الرياضيه، فاحنا بدينا بالفعل الفنيين الخاصين بالاكاديميات، خدنا الالعاب الجماعيه النهارده السله والطايره واليد زي ما حضرتك قلتي منفصل لكل لعبه.
بنشرح البرنامج وكيفية تطبيقه على الأرض، اللي هو بعد كده بننتقل للحاجة التانية، إن احنا هناخد الناس فنيين بتوع الفرق، وبعد كده يعني نشوف الشريحة التانية في البرنامج هي بالطبع أولياء الأمور. هيتم ندوات بالنسبة لأولياء الأمور لشرح البرنامج اللي بنأمل بإذن الله إنه يجيب نتائج جيدة. أكيد إحنا بنستهدف الشراكة اللي ما بيننا وما بين فاونديز الانتشار داخل ربوع مصر كلها، يعني من الصعيد لغاية البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت الانطلاقة أفريقيا وعربيا، والانطلاقة دي هتكون من داخل النادي الأهلي، ولكن بعد كده هننتشر بإذن الله. هو أهم حاجة شرح البرنامج والستبس بتاعته أو الخطوات بتاعته إزاي بتتم. بنشرح للناس إن أول حاجة بيحصل في تيست، يعني ده جانب فني، لو إعلاميا اتكلمنا قبل كده ساعة توقيع العقد، لكن دلوقتي احنا بناخد الجانب الفني. الجانب الفني معنى ايه؟ اول حاجة ايه اللي هيحصل، بعد كده الخطوة اللي بعديها ايه، الخطوة التالتة ايه، الخطوة الرابعة ايه، هم اربع خطوات بالتفصيل، ودور الناس الفنيين في هذا البرنامج ايه. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب بضيفنا اللي نورنا في الاستوديو بعد الفاصل، واحد ممثلي الشركه او برنامج فاندز. برحب بستيفان ريمنز اخصائي القياسات واعاده التاهيل واصابات الملاعب. برحب بك ستيفان في قناه النادي الاهلي. انجريز، اهلا بكم واشكركم شكرا جزيلا على استضافتي. يمكن هبتدي معاك ستيفان طبعا من يعني من انت يعني في مركز هيتعمل في النادي الاهلي للقياسات الالكترونيه، والمركز ده سيتم انشاؤه، فكيف هتعمله ازاي، او كيف يكون الاداء في مقارنه المشاركين بعضهم ببعض، وازاي هتحددوا من النتائج دي اسلوب العمل داخل البرنامج؟ نعم، هذا سؤال جيد للغاية. لدينا نظام يمكن أن نجمع من خلاله البيانات من خلال المشاركين الذين سيشاركون في هذا النظام وهذا البرنامج. سنقوم بتجميع هذه البيانات وأيضا أين تقع هذه البيانات، وعندما نقوم بجمع هذه البيانات سنقوم بمقارنة ليس فقط ضمن المجموعة ولكن أيضا على المستوى العالمي كيف يؤدي هؤلاء اللاعبين. لهذا سنستطيع أن نقول أن هذا اللاعب يمكن أن يلعب هذه اللعبة ونوجهه بالطريقة المثلى لهم، وأن نستطيع أن نساعده في اتخاذ هذه القرارات مع الإدارة. طيب احنا اي برنامج او اي شغل او بيتعمل في مجال الرياضه محتاج داتابيز، محتاج يبقى انت عامل او لكل ناشئ عندك فايل معين بتقدر من خلاله تتابعه، بتبقى كل فتره بتعمل القياسات دي عشان تقدر تقارن بالسابق، القياسات السابقه ليها، وتشوف تطوره في انهي اتجاه كان اكتر. يعني عندكم استعداد لغايه عدد قد ايه، او يعني هل هتعملوا على شكل سامبل مثلا او عينات، ولا هتشتغلوا مع عدد كبير من الناشئين والناشئات في النادي الاهلي؟ نعم، سنلعب أو سنعمل مع مجموعة كبيرة، معينة كبيرة. سنبدأ من السن الصغير 5 سنوات كما قال دكتور محمد، سنعمل على الأساسيات الجهاز الحركي حتى سن 18 فيما بعد، وسنرى هناك أيضا معايير ومقاييس، ربما 4 خطوات في هذا البرنامج، وسنقيس هذه المخرجات من هذه قاعدة البيانات، وسنستطيع أن نقيس كيف هذا اللاعب يؤدي وأداؤه، وكيف يمكن أن نطوره، وكيف يلعب وكيف يؤدي في الفريق، ونحاول أن نختبر ربما كل مجموعة أشهر وأيضا الأهداف الذي يحرزونها في الفريق. قد ربما نستطيع لأن القياسات مرنة للغاية، نستطيع أن نقارن من خلالها الكثير من النتائج. طيب هل من خلال ورش العمل اللي انتوا يعني اشتغلتوا خلال امبارح، كان عندكم يوم الجمعة على ما اتذكر، أول امبارح كان في ورشة عمل في النادي الأهلي، قعدتوا يمكن ساعتين مع المدربين وأولياء الأمور، واحتكيت مع المنظومة الرياضية جوه النادي الأهلي، هل حسيت بترحاب
وشغف للتعلم والاندماج في هذا البرنامج من اللي انت تعاملت معهم داخل النادي الاهلي؟ Yeah, absolutely. بالتأكيد لست أنا فقط أنا سعيد للغاية ومتحمس للغاية وكل المجموعة لأني شعرت بالحماس. تقابلت مع مدربين كرة السلة وكرة اليد وشرحنا لهم النظام والخطوات الإرشادية التي نعمل وأيضا الكثير من المدربين. والموضوع كان هناك دليل إرشادي يمكن أن ننقله إلى المشاركين وهناك أيضا حماس حتى نبدأ البرنامج ونرى نلتمس الإحباطات وكيف يمكن أن نتعامل مع كل مشكلة على حدة ونتعامل أيضا مع أولياء الأمور على سبيل المثال. نريد أن نعمل جميعا وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لإنجاح هذا البرنامج. ليس فقط فندس هي السعيدة ولكن أعتقد النادي الأهلي أيضا. وإحنا عندنا ثقة إن شاء الله أن أكيد البرنامج ده يعني هيبقى ليه مردود كبير جوه النادي الأهلي وبالتالي هيكون ليه مردود على الرياضة المصرية. يمكن أجي لك يا دكتور، كنا بنتكلم عن الجزء الثالث أو المرحلة الثالثة بقى من إعداد الطفل أو النشأ ووجهه للرياضة الصحيحة. ومعلش كنت قطعت حضرتك قبل الفاصل، أستاذن حضرتك لو تقول لنا المرحلة الثالثة. طيب إحنا دلوقتي أسسنا القاعدة الكبيرة، أسسنا كل أولاد النادي الأهلي، أسسنا أتمنى 21 مليون اللي هم من 4 ل 12 سنة أسسناهم كلهم صح وساعدناهم على اختيار الرياضة المناسبة. ممتاز. فإحنا دلوقتي بقى عندنا قاعدة كبيرة جدا من ولاد، القياسات المختلفة حددت وقالت إيه الرياضة اللي الطفل بيحبها وتناسبه واللي تخصص فيها واللي أثبت نجاحات فيها. واللي حضرتك قلت في الاول مشكورا بيحبها، هو بيحبها ده اهم حاجه في الموضوع. طيب من القاعده ديت هنبدا الاكتشاف المبكر للمواهب. دي النقطه المهمه بقى. انت بتاخد الهرم، انت طالع من تحت لفوق وعمال توصل لكتب الهرم لحضرتك تقدر توصل للبطل. للبطل. طيب انا عايز اشوف الاكتشاف المبكر ده مهم جدا لان انا عندي انديكيتورز دلوقتي معينه، مؤشرات بتقول ان الطفل ده في اللعبه دي بيتميز. ماشي. ست شهور كل ست شهور كل ست شهور. طب اسف انا انا بقطعك لان كل معلومه انا عايزها. طب بالنسبه للالعاب ما حضرتك لازم عندك قياسات النشأ وعندك الناحيه الثانيه الالعاب عايزه ايه؟ يعني السله عايزه لعيب مواصفاته ايه؟ عندك زي اسطمبه بتقيس عليها، عندك اسطمبات للالعاب المختلفه؟ في نوعين، في ثلاث انواع من الاختبارات. في اختبارات اللي هي العامه اللي لازم تتوفر في كل رياضي. تمام، كل رياضي. حلو جدا. وهناك اختبارات بنسميها سبورت سبيسيفيك خصوصا بتلعب خصوصا للرياضه. للرياضه وفي اختبارات للبطل بقى، يعني انا مش بس بختبره. برافو. هو ينفع معايا في الباسكت ولا ما ينفعش في الباسكت؟ لا ده انا باجي في مرحله بعد كده عايزه بطل، عايزه بطل. فليه اختبارات تانية خالص. طيب في مرحله اللي هي الاكتشاف المبكر للمواهب ديت، ودي مرحله يعني حساسه جدا لانك انت حضرتك النهارده الوضع الحالي انت بتفتح المجال للناشئين والفرق وتقول انا هفتح من كذا لكذا واقفل. طب باقي الولاد اللي بره المنظومه دولت مين قال ان هم ما ينفعوش؟ ده احنا خدنا بس لقطه معينه من دلوقتي وقلنا ما ينفعوش، على الرغم انا عندي في السيستم لو انا عندي ال 10,000 دولت واخترت في اول مرحله 1000 وقلت دولت هم ال 1000 دولت اللي بوتنشالي هيكونوا مميزين. بروميسنج ان هم يكونوا مميزين. مع تكرار الاختبارات كل ست شهور بزود الألف دول كمان ألف وكمان ألف وكمان ألف لأن الولاد دولت بينمو. وانت فالنهارده وانت اشتغلت على تطويرهم. تطويرهم بالظبط كده حضرتك بالظبط تماما كده. فالسيركل بتاع التطوير مستمر ولكن الانبوت الداخل بتاعه كمان مستمر. فمرحلة اكتشاف المواهب ما بتقفش قبل سن ال 15 سنه. فانا بفضل مع الولاد في من سن ما فقدتش الامل بالرغم ان الدراسات مودياني في دايركشن بس ممكن في سنه الدنيا تسواب حته ثانيه. وده قدامنا عندنا التجارب بتحصل كده. فانا النهارده والطفل النهارده اللي قدامي ده او اللاعب اللي قدامي ده ما ينفعش ان انا ادي له فرصه واحده. نعم. لان ممكن يكون في عناصر او عوامل معينه مخليه دلوقتي ما اداش احسن حاجه عنده. ولكن انا عندي قياسات اخرى بجانب القياس الفني وعين المدرب اللي هو شايف مهارات معينه، بس بقى ممكن في حاجات بتعوقه عن ان هو يؤدي المهارات ديت. فانا بقدر اساعده من خلال المنظومه ديت ان انا اقدر
أغذي الناشئين وأغذي الفرق ديت كل ست شهور بجديد. طيب بعد مرحلة اكتشاف المواهب تيجي بقى المرحلة اللي هي تبني البطل، صناعة البطل، إنك أنت التنمية، تنمية المواهب دي والتنمية المتكاملة. التنمية المتكاملة ديت هي فشق فني، فشق بدني، شخصيته، نفسي، شخصيته، منتاليتي بتاعته. وخلي بقى حضرتك واحنا واخدينه معانا من الاول كنا بنقول عايزين يلعب اكتر من رياضه. انا مش بس نميت الجزء البدني بتاعه عشان هو لعب اكتر من رياضه، ولكن زي ما حضرتك بتقول كده نميت شخصيته، لان النهارده الولد اللي بيسبح النهارده ساعتين في السويمنج ده بيبقى عنده قوه تحمل واراده، واحد قاعد ساعتين متحدي نفسه. قاعد في الميه ساعتين بالزبط. وبابا ومامته قاعد بره والمدرب عمال يزعق له رايح جاي ساعتين. طب ده بتربي في حاجه. طب على المقابل الولد التاني اللي بيلعب باسكت او بيلعب اي لعبه جماعيه في بادي كونتاكت وزق وبتاع واجسام اكبر منه بيلعب معاه، ففي جزء تاني من شخصيته بيتطور وتيم ورك وان انا ازاي اتعامل واتفاعل مع النجاحات والاحباطات كشخص وكفريق. ما احنا كمان كفريق مره بنكسب ومره بنغلب بالظبط، ممكن انزل على ماتش حلو ممكن على ماتش كويس، فازاي احنا كفريق نتعامل مع ده وازاي نتفاعل مع ده. فده طبعا انت بتنمي شخصيته. يعني انت حضرتك النهارده مش عايز بس تطلع ابطال رياضه، انت عايز تطلع ابطال للمجتمع، انسان سوي. دي اهم 100 مره كمان. انسان سوي في المجتمع، المجتمع راح في اي دايركشن فهو انسان سوي، انسان سوي. فكل ده سوي صحيا وشخصيه وكل حاجه. طب عشان اساعده لده انا لازم اسسه صح، احطه في منظومه مظبوطه، والمنظومه دي مش احنا بس، مش فندس بس، لا ده المنظومه اللي حوالينا كلها، الاولياء الامور، المدربين، الاداره، الاداره التنفيذيه، كل ما هو معني، الاعلام. حضرتك ما تنساش دوركم طبعاً. هام جدا جدا طبعاً. جدا في ان احنا النهارده لما نغير فكر الناس بالظبط، ان يتعاونوا ويبقى اولياء الامور واللعيبه تحس ان هو ده العلم وده الطريق الجديد اللي لازم يمشوا فيه. مظبوط، لان النهارده حضرتك بتشوف ان في زي ما كان ستيفن بيقول شويه فرستريشنز، فرستريشن من اولياء الامور ان هو مصمم ان ابنه يلعب اللعبه دي، والمدرب اللي هو فرستريتد هو شايف ان الولد ده او البنت ده ما ينفعش للعبه ديت، فاحنا هنا في كونفليكت. اللي بيدفع ثمن الولد، الولد صح. طب ده مش عايزينه، انتوا هنا عشان تساعدونا في الحته دي. وخليني برضو في حته مهمه جدا لازم اروح لستيفن. ستيفن، اصابات الملاعب هو صداع في دماغ اللاعبين خاصه في السن الصغير اللي هو تارجت ليكو، بيبقى صداع كبير جدا وقلقانين من الاصابات في الملاعب. ازاي برنامج فاندس يقدر يدينا بريفنتيف بروجرام او يعني وقائي، برنامج وقائي للاصابه او عدا او تجنب الاصابه قدر الاستطاعه، ازاي تقدر تساعدونا في ده؟ نعم بالتاكيد الاصابات هي مشكله كبيره جدا واضاعت الكثير من الفرص في المنافسات وأضاعت الكثير من التمويل وما إلى ذلك. لهذا نريد أن نحتفظ باللاعب في الملعب أكبر قدر ممكن بصحة جيدة. ومن هناك بعض الأمور التي رأينا يمكن تطبيقها بصورة حرفية وبصورة صحيحة. نحن نستطيع أو استطعنا أن نرسم بعض البرامج التي يمكن تطبيقها، تدريب بكفاءة وليس بالكمية، النظر في الإصابات الممكنة، رصد هذه الأمور بصورة مبكرة وفي مراحل مبكرة قد يكون مفيد إلى الجميع. يمكن رصد الكثير من الإصابات في مراحل مبكرة، لدينا طرق لمسح هذه الإصابات وتستطيع أن نحتفظ، نستطيع أن نحتفظ بلعب أكبر قدر ممكن ونحافظ على سلامته البدنية. وكما قال الدكتور محمد نحن الآن نستطيع أن نحرز مستويات عالية جدا على المستوى العالمي وعلى مستويات عالية في المجتمع، وأن ندعم الثقافة الصحية والبدنية وعلى المستوى أيضا منع هذه الإصابات يمكن أن نحرز ذلك. طب ستيفن لو فرضا الإصابة وقعت خلاص، يعني لاعب أصيب، إزاي البرنامج بيتابعه خلال اصابته؟ يعني لو احنا عندنا اصابه لعيب اتعرض لاي نوع من الاصابه، يعني مش عايزين نمنشن اصابه معينه، ولكن البرنامج هو كده بقى بره البرنامج لانه البرنامج بيقيس قياسات. طب ازاي هتقدر تتابعه وهو خارج البرنامج عشان الاصابه؟
Yes, we can follow them. نعم يمكن أن نتابعهم بصورة متكاملة. نحن نحاول أن نوفق الأوضاع البرنامج حتى نستطيع أن نضمنهم داخل البرنامج. على سبيل المثال مشاكل الكاحل هي من الإصابات المعتادة كثيرا في كرة القدم. على سبيل المثال نقلل من مستويات التدريب على مستوى الأسبوع، المشاركة الأقل، وأعتقد أن الأهل يطبق ذلك. هناك الكثير من التوصيات التي يمكن أن نطبقها في هذا المجال، ولكن يمكن أيضا أن يشاركوا ضمن برنامج فندس ونوفق لهم برنامج يمكن أن يتم وضعه وفقا لحالتهم. وأيضا هناك بعض التدريبات التي يمكن أن يقومون بها في المنزل، ويمكن أن يشاركوا أيضا حتى يستطيعوا العودة مرة أخرى. طيب أنا عايز أتكلم عن الناحية النفسية. اللعيبة أو النشأ يمكن بيمروا بمراحل نفسية متغيرة كتير جدا، وممكن يقابلوا إحباطات خلال المنافسات، ممكن يقابلوا ماتش يخسروه، موقف يخليه يحبط. إزاي بتصلحوا ده أو إزاي تعالجوه، وإزاي في نفس الوقت تديله الموتيفيشن أو الدافع أنه يتغلب على ده وأنه هو يوصل لهدفه أن يبقى في الأيام لعيب بطل؟ نعم هذا مهم للغاية، لأن المشاكل يجب أن نؤكد أن الخسارة ليست معناها أنك خاسر، لأن يجب أن يكون هناك حافز أنك يمكن أن تفعل المزيد ويمكن أن تحقق الأفضل. نحلل الموضوع، لماذا خسرت، ونعمل على نقاط الضعف التي حدثت والمشاكل التي حدثت. يجب أن يكون هناك بيئة داعمة، يجب أن لا نأخذه من هذا الأداء ونتعامل مع نقاط الضعف والسلبيات التي وقعت ونتعامل معها وكيف يمكن أن نعالجها. يجب أن لا نيأس، يجب أن نؤكد له أنه لا يجب أن تيأس، يجب أن يكون هناك حافز دائما. ولكن المسألة ليست بطولة، ولكن ما الذي يمكن أن تستفيد منه من خلال الخسارة وأن تعمل ضمن الفريق. ممكن أضيف حاجة على النقطة دي. كان لنا تجربة جميلة قوي في بداية أول مرة كنا بنعمل قياسات لأولاد بيمثلوا مصر بيلعبوا في منتخبات ألعاب فردية وألعاب جماعية وبيلعبوا على المستوى الإفريقي والمستوى الدولي بدون ذكر أسماء، يعني منهم ناس بعد كده هم رقم واحد في لعبة معينة، السكواش. ودي حد معروف جدا، نور الشربيني معانا. طيب احنا عملنا القياسات ديت ل 67 لاعب، كانت اول مره نعمل قياسات هنا في مصر للولاد دولت. سنه كام يا دكتور؟ الكلام ده كان في 2017. ممتاز، يعني كان في 6 سنين. فالنهارده الشربيني كانت صغيره. فلما كنا عملنا القياسات ديت، احنا في هولندا عشان اللاعب يسجل في اللجنه الاولمبيه لازم يجيب سكور معين، يعني في القياسات دي يعني 80% بلس. يعني القياسات دي اساس لتسجيل اللاعب في اللجنه الاولمبيه. هو متسجل بس عشان يمثل الدوله الهولنديه بعد كده لازم يعمل سكور معين. العلم عشان الدراسه دي والبرنامج ده عشان ما نستفادش بيه. لا لازم يبقى ده نقط من نقط التقييم عشان اللاعب يبقى اولمبي. بالظبط كده، ما عشان انت بتصرف عليه كدوله، انت رايح يمثل علم دولته. معلش مع احترامي طبعا، هو التمثيل المشرف ماشي، بس مش هناخد منه حاجه. التمثيل المشرف عايزين ميداليات شويه. بالظبط. وعندنا اولاد. انت حضرتك المشكله دايما لما تشوف الولاد بيجوا لنا مثلا باصابات معينه بيقول لك انا محقق على الافريقي الاول ومحقق كذا ومحقق كذا. طب الولاد اللي بيحققوا على المستوى الافريقي وهم لسه اشبال بيروحوا فين؟ العمر الرياضي ده بتاعهم ليه مش طويل؟ فالأسئلة ديت لازم نطرحها على نفسنا وإحنا نقدر نقدم لها الحلول. فلما طلعنا نتيجة القياسات رجوعا للإحباط ده بتاعت الولاد ال 67 واحد دولت، فطبعا كلهم كانوا محبطين أما كانوا بيسمعوا النتيجة، السكور بتاعه ضعيف فبيبقى محبط. فرجوعا للنقطة ديت والسؤال اللي حضرتك بتطرحه ده، فكنت دايما بقول لهم خلي بالك اللي يزعل المنافس بتاعك. أنت بطل بظروفك دي. يا الله عليك يا دكتور، انت بالدرجات دي بطل. بطل، ما بالك بقى لما درجاتك تتحسن هتروح فين؟ فاللي يقلق، بص للحاجه النيجاتيف مش الحاجه البوزيتيف مش النيجاتيف. اللي يقلق المنافس بتاعك. برافو. ده انت قدامه بالشكل ده وبطل،
طب ما بالك بقى لو احنا صلحنا ده، لان برضو في نقطه خطيره جدا. لقيت استجابه؟ اه طبعا، مع نور الشربيني دي بطله العالم، كان عندها يعني حاجه سبب معينه وبعد كده كملت بالشكل اللي ما شاء الله عليها، ما شاء الله مشرفه البلد كلها، مصر كلها، وحاجه صوره مشرفه جدا ما شاء الله، ودي مثال لاولاد كتير. وحضرتك شايف لعبه الاسكواش ازاي مصر بتتميز فيها بالشكل ده طبعا. صحيح. فعندك النهارده خبره يعني عظيمه دلوقتي. طيب فانا دايما مش عايز ابص على النص الفاضي من الكوبايه، عايز ابص على النص المليان. فبتقعد الاحباطات حتى من اولياء الامور او المدربين او مش عايزين نتكلم في ده، عايزين نتكلم نقدم حلول. طب هتحتاجوا تعملوا دراسات لاولياء الامور وتعملوا توجيه لاولياء الامور، لان ساعات اولياء الامر بدون ما يشعر وحبا في ابنه بيجيب ابنه ورا. مظبوط، وده مهم جدا، ده في البرنامج متغطي كمان يا دكتور. انا هو طبعا هي فيها شقين، خلاص فيها الشق العلمي اللي ما ينفعش انا وحضرتك نختلف عليه، اللي هو الشق العلمي اللي هو ايه، ان انا لما اجي اقول لحضرتك، حضرتك بتقول لي ابني انا عايزه يلعب اللعبه الفلانيه دي جايه للمدرب، وابني هيبقى بطل في اللعبه دي، والمدرب مش مقتنع باللي حضرتك بتقوله، والعلم بيقول لا. طب انا طلعت اول نتيجه في اول 6 شهور، بقول لحضرتك النتيجه بتاعته اهي. طيب الست شهور حضرتك هتصمم هتخليه برضو يلعب اللعبه دي، هنطوره وهنلاقي فيه شق بيتطور بدني، ولكن في نفس الوقت في اللعبه لسه ما بتطورش. وانا قايل لحضرتك المره اللي فاتت من 6 شهور اللي فاتوا، بقول لك دلوقتي خلي بالك ابنك ممكن في اللعبه دي بيبين جدا من التقارير وممكن يبقى احسن فيها. خلي بالك انت مش بس ما بتشجعوش ان هو ينجح في اللعبه دي، انت بتضيع عليه فرصه لرياضه ثانيه. بتضيع عمره، بتضيع عليه فرصه في رياضه ثانيه. فانت ممكن بتحرق بطل في ناحيه وبتتخانق على حاجه مش بتاعته، وهو المفروض توديه اتجاه ثاني. فالاساس العلمي ده لو احنا استخدمناه انا اعتقد مع الوقت الثقافه تتغير. فده شق. الشق الثاني اللي انا بعتقد كمان كاولياء امور هيهمهم جدا سعاده ابني او بنتي. ما انا النهارده لو كلمته باللغه ديت، هل انا النهارده هو سعيد وبيلعب اللعبه دي بالظبط، هذا هكون بهذا الجفاء والعند وانا عايز مصلحه ابني او بنتي واوديه في اتجاه هو مش هينفع معاه؟ لا اكيد يبقى انت كده بتوديه. فانا اعتقد مع الوقت يعني الناس اللي بتتخوف يعني احيانا، بس اقول لك انت عارف يا دكتور ده بيحصل. انا برضو ولي امر وهقول لحضرتك بكل امانه، بيحصل انه ما لقاش اللي يهديه. ايوه، اللي ياخد بايده ويقول له يعني الكلام ده ما فيش ولي امر هتكلمه كده ويعاند، مستحيل. ليه؟ لان انت بتقول له انا بقول انا جاي لك من المستقبل. صحيح، مش مستقبل، انا مش حضرتك مش بتنجم. صح، حضرتك بالعلم. صح، تقول انا جاي لك من المستقبل بالعلم ان لا خد بالك انت هنا احسن لك تمشي في ده. طب كلمني عن نماذج هولنديه نجحت في البرنامج ده من صغرها وبقت نجوم، بس خلينا في كره القدم مثلا يا دكتور، هل في نجوم او حد مشي خلال البرنامج ده وصل لحاجه او وكنتوا انتوا متبنيين ده ليه من صغير او متوقعينه؟ انا عايز اصلح الحته بتاعت عايزين امثله اشخاص، لان امثله اشخاص ما بتبنيش مجتمع رياضي. النتيجه المجمعه للدوله النهارده، مفيش دوله في الدنيا ولا دولة هولندا ينفع تنجح في كل الرياضات. صح، ولا في نادي في الدنيا ينفع يقول انا عايز اتخصص في كل الرياضات. صحيح، فمش المهم انت عايز ايه كدولة وعايز ايه كنادي، لا انت بتسأل السؤال بالشكل المقلوب. بالعكس، انا امكانيات الولاد اللي عندي، يعني النهاردة لو عملت قياسات ل 20,000 طفل اللي موجودين في النادي الاهلي، وبقى قدامي نتيجة القياسات بتاعة البوصلة الرياضية وبتقول لي أول 3 رياضات يستحوذوا على 60% من اهتمام الولاد، هم دول الـ3 رياضات. أنا كمجلس إدارة وكراجل مسؤول هبدأ أفكر أقول لأ، يعني أنا عندي مشروع أبطال في خلال السنين الجاية، هبدأ أستثمر في الألعاب دي، هبدأ أوجه استثماراتي. بنية تحتية، بنية تحتية، توفير بقى ملاعب، مدربين، مدربين، وابتدي أجهز، لأن أنا شايف إن أنا رايح في الـ3 لعبات دي في حتة تانية. في حتة تانية. عايز تروح في كله ودور، اعمل سكان أكبر، اعمل قاعدة أكبر. بس عندك داتا تساعدك إنك أنت تتخذ القرار. تشوف المستقبل إيه. وتشوف إيه الرياضات الجماعية والفردية اللي أنا أصرف عليها وأنا مطمن. واسيب في نادي تاني عنده العاب تانية او دوله تانية متميزه في العاب تانية، لان في كل دوله متميزه في العاب. فانا ما اروحش انافس في حته انا. صحيح. العلم بيقول لي مش بتاعتك. صحيح. خلاص. دكتور الوقت مر سريعا الحقيقه، انا بشكرك ونورتني وشرفتني، ويعني استفدنا من علمك كتير دكتور محمد زميل، طبعا رئيس مجلس اداره شركه كلينيك، طبعا امستردام كلينيك. بشكرك ونورتني وشرفتني يا دكتور. اشكرك كده كابتن هيثم، ونتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نشارك حضرتك ونشارك الساده المشاركين المشاهدين في النتائج ان شاء الله اللي هتحققها مع النادي الاهلي، وان احنا نوري للناس نجاح التجربه ديت ان شاء الله رب العالمين في الوقت القادم. اشكرك جدا يا كابتن. مستر ستيفن انا بشكرك، نورتني وشرفتني في قناه الاهلي.
أشكرك شكرا جزيلا على استضافتي. شكرا. أعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهاردة عن البرنامج والشراكة الكبيرة مع النادي الأهلي، ونتمنى بعد فترة إن شاء الله هنعمل فولو أب ومتابعة لهذا البرنامج. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة من الأبطال.